اتكلمت اكتر من ماما وخليتها عن زمايلك يعني متحركين في الوقت مش في حاجه تانيه. فعشان المجموعتين اللي قبل كده سالناهم احسن البروجكت ولا يعني اشتغل في داتا شو ولا السبوره، فهم كلهم قالوا السبوره. فانتوا بالنسبه لكم الافضل ان احنا نعمل البرزنتيشن، ما هو رايك مهم بس في ناس تانيه يعني برضه. فاللي بيفضل ان احنا نشتغل على السبوره يرفع ايديه. طب حد عايز يقول اي حاجه مفيده خاصه بالكليه او خارج الكليه في خلال 5 دقايق او غير مفيده عادي يعني واحده عايزه تقول انها اتخطبت مثلا، واحده عايزه تقول يعني واحد عايز يعلق على ماتش كرة شافه وشايف ان الحكام بينحذر الاهلي دايما مثلا، شايف كده؟ مش شايف كده؟ انتوا اغلبكم اهلاوي ولا زملكاوي؟ هي القاعدة بتقول الكرة أي واحد عظيم فهو زملكاوي. طب اسمعني انت الكلام، إيه اللي بيسقط سقف القاعدة دي؟ فاكر في العرض الأول أسلوب النقد بالتخصيص أو الاستثناء بالتخصيص؟ أسلوب بلاغي يعني لما أقول مثلا كل اللي بيتهم زملكاوي أو أقول أي واحد غير تاني زملكاوي التاني عبد الله الدور الثاني ده اكثر مسؤوليه ان انا ما كنتش صفه التهم عند اي واحد من المكان. ايه اكبر دليل على الكلام ده عشان يبقى ايه بس يعني اسمعك؟ ايه اكبر دليل يدل على كده؟ ان اللي بيفهموا هم الزملكاويه بس على واحد بيفهم كده، كان ايه اكبر دليل على الكلام ده؟ ايه اكبر دليل على الكلام ده؟ احمد زويل الحق ده، انا زملكاوي خالص. ده دليل لا يحتاج النقاش يعني صح. بس برضه زي طلبه الطب كده كنت بكره الست بين الزمالك طلبه الطب، تحس ان الزمالك مرتبط معاه الاعياد بالنكسات يعني ده سم النسيم ده يوم الغلاب من الفسحه مش من عارف يوم العيد الكبير ده، ده يوم مش عارف ايه كسبون عيد كبير، يوم مرات السنه دي ده يوم قليل او لو قلبت في التاريخ هتلاقيه قليل. ودي صفة العظمة ان انت تبقى بتعملي سبورت الانسان على الحق بس ضعيف او على الحق بس الناس ظلمان. لكن لو انا بعمل سبورت للقوي ايه يعني ايه العظمة كده؟ ايه العظمة كده يعني؟ ايه؟ العظمة ايه؟ العظمة ايه؟ طب الاسهل ان انا اعمل سبورت ده الاهلي ده وحشهم اسرائيل. ده بيكسبوا حتى لو يعني ده بيفوز ما بيعملش كده. شفت والله شفت وحزنت والله. اقول لك في الدقيقة الحاجة دي ده وقت بدل غاية دقيقة. عارف لما زمان كنا بنلعب في الشارع يقول لك لغاية دقيقتين فهو لانهم اشتغلوا الوقت جابوا جول. احنا عموما عشان نثبت النظرية الثانية اللي هي بعد نظرية ان اي واحد عظيم فهو زملكاوي، النظرية الثانية بتقول ان الكلام في العلم هيبنوتك. عارفين هيبنوتك يعني ايه؟ خدتوا في السي ان اس هيبنوتك يعني ايه؟ خدتوها في الفاكتور افكتنج السيناتيك ترانسميشن. السيناتيك ترانسميشن ممكن يقل السيناتيك والهيبنوتكس اللي هي المنومات. خدتوها؟ ف
فالنظريه الثانيه بتقول ان الكلام في العلم هيبنطق، يعني احنا لو دلوقتي اتكلمت اهلي وزمالك هتلاقي الناس كلها صاحيه ومصحصحه وكل واحد بيضرب التاني وكل واحد واللي ملوش فيها عايز يفهم ايه الموضوع عباره عن ايه. لما نيجي نتكلم في البرودكشن هتلاقي بتفتح عينيك بالعافيه فدي نظريه بتقول ان الكلام في العلم احسن منوم هو الانسجام. يعني انت لو فاتحه الفيس او بتتفرجي على التلفزيون هتحس انك صيحت وبتكلمك كويس ومبسوطه جدا. قمت قعدت على الكتاب هتلاقي الشيطان ركبك ومعاه 30 40 واحد بالنيابه. لا بقى ان انا نفسي انا تعبت منها. فاحنا ان شاء الله البرانش اللي احنا عايزين نقوله اللي هو البرانش اللي اسمه ديب برودكشن. قبل ما نتكلم فيه ديب برودكشن برانش من المنتجات الصغيره قوي. يعني لو حسبت اصلا برانشات فاصغر برانش في سنه ثانيه البرانش اللي اسمه ميتابوليزم اللي قبليه على طول اللي اسمه ريبرودكشن. الريبرودكشن لما نخلصه ان شاء الله يعني المهم فيه بالنسبه للاسئله النظري. بس ممكن في الباب عشان دوشه لا يتعدى 7-8 اسئله الحاجات الشافه والمهمه فيه لا تتعدى مثلا 5-6 مواضيع. يعني هتلاقي فيه تداخل كبير قوي بين اللي احنا بنقوله وبين اللي بنقوله في السلوك. فالانسان الشاطر بيذاكرهم الاثنين مع بعض يحس ان هو انجز شيء كبير. ماشي؟ الريبرودكشن يعني ممكن تلاقي فيه ميزه انه مهم في حياه عمليه او حاجات للمستقبل شيء مفيد ليه. احنا في الطب واحنا بندرس الريبرودكشن ان شاء الله ان احنا بندرس البرايمري سكس اورجانز الفانكشن بتاعتها دي الحاجه الاساسيه. السكندري سكس اورجانز الفانكشن بتاعتها ده شيء ثانوي شويه مع شويه مواضيع زياده. فاحنا لما بنتكلم في الريبرودكشن اول حاجه اللي هو الميل ريبرودكتيف سيستم. فبنقول ان الميل ريبرودكتيف سيستم يتكون من ايه؟ الاعضاء بتاعته ايه؟ زي ما قلنا مثلا الكارديو فاسكولار سيستم يتكون من ايه؟ من القلب والاوعيه الدمويه. طب القلب ده يتكون من ايه؟ من اتريوم وفنتريك، الاوعيه الدمويه ارتري وكابيلاري وفين. وبعدين خدنا وظائف كل واحد من دول. فاحنا برضو لما بندرس الميل ريبرودكتيف سيستم بنقول ان هو يتكون من ايه؟ يتكون رقم واحد من برايمري سكس اورجنز اللي هي التستس. رقم 2 سكندري سكس اورجنز اللي هي حته هنا اسمها الابيديديمس، حته اسمها الفاس، جلاند اسمها السيمينال فيزيكال، جلاند اسمها البروستات، جلاند اسمها البلب يوريثرال جلاند، في الاخر خالص البينس والسكروتا. ليه قلنا التستس هي البرايمري سكس اورجان؟ ليه دي البرايمري؟ ليه اللي من غيرها بني ادم ما يبقاش راجل؟ اللي بيخليني احط ايدي على مصحف واحلف عليه افرق ده راجل ولا ست، ده ميل ولا فيميل، هو التستس او الاوفري. ليه سمينا ده البرايمري؟ ايه ميزه البرايمري سكس اورجان؟ ان هو بيعمل الوظائف الاسينشال فور ريبرودكشن. اللي هي ايه الوظائف الاسينشال فور ريبرودكشن؟ جاميتوجينيسيس واندوكراينال فانكشن. يعني في الميل اللي بيعمل الجاميتوجينيسيس السبرماتوجينيسيس التستس، اللي بيطلع السكس هرمون بتاعه الميل التستس. نفس الكلام في الفيميل اللي بيطلع الاوفم الاوفري، اللي بيطلع الهرمونات الاوفري. والعده الباقيه دي كلها اسمها سكندري سكس اورجانز. ليه؟ لانها بتعمل السكس اكت اللي هو الريكشن الاميشن الايجاكيوليشن. فعشان يحصل ريبرودكشن لازم يبقى فيه جاميتوجينيك واندوكراينال. الحاجات دي حاجات مساعده للجاميتوجينيك فانكشن عشان توصل السبرمات للفيميل جينيتال سيستم. فاحنا مبدئيا ما عشان كده بنقول نقفل الباب احسن. بنسمي التستس برايمري ليه؟ لانها هي السايت اوف جاميتوجينيسيس، هي السايت اوف هرمونال سكريشن. احنا اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هنتكلم على ايه؟ جنرال ستراكشر اوف ذا تستس. هنتكلم على التستس كده سريعا الفانكشن اوف سكندري سكس اورجنز دي كلها الاستراكشر والفانكشن بتاعتها. الموضوع الاساسي اللي عايزين نتكلم فيه اللي هي الجاميتوجينيك فانكشن اوف تستس. خلاص؟
فاحنا العناوين الاساسيه اللي هناخدها النهارده ايه؟ الستراكشر اوف تيستس، الستراكشر اوف سكندري سكس اورجانز. اول وظيفه من وظائف البرايمري سكس اورجان اللي هي الجاميتوجينيسيس او السبرماتوجينيسيس. فلما نتكلم على الستراكشر اوف تيستس، يعني افرض يعني مع الاعتذار للكور اناتومي، افرض ان دي رسمه اناتوميكال صح، وهي اناتوميكال ولا صح ولا مين، ان دي التستس واللي موجود جوه التستس ايه؟ حاجه شبه خلايا الكدني او التيوبيول بتاعت الكدني، شبه النفرون، فبيسموها سيمي نفرس تيوبيول. وخلايا تانية اسمها الانترستيشيال سيل اوف ليدج. مين اللي بيعمل الجاميتوجينيك فانكشن؟ اللي بحرف الاس دي اللي هي سيمي نفرس تيوبيول. مين اللي بيعمل الاندوكراينال فانكشن؟ اللي هي مجموعه الخلايا اللي اسمها الانترستيشيال سيل اوف ليدج. بعدين دي السكندري سكس اورجانز، حاجه اسمها الابيديديمس، بيسموه بالعربي مش عارف البربخ او كيس البربخ، عمود كده اسمه الفاز ديفرنس، سكريتوري جلاند اسمها السيمينال فيزيكال، سكريتوري جلاند ثاني اسمها البروستات. بعدين الفينس والسكروتم. لو انا خدت السيمينيفرس تيبيول دي شكلها عامل ازاي؟ انبوبه لو فردتها وبصيت جواها منظرها ازاي؟ منظرها تقريبا كده. وبيبقى فيها خلايا جيرم سيلز اللي هي مسؤوله تصنع السبرمات، وعلى انترفال منها خلايا اسمها السيرتولي سيلز. فجوه السيمينيفرس تيبيول دي في ايه؟ في سبرماتوجونيا وسيرتولي سيلز اللي هي المذر سيلز بتاعت السبرمات، وخلايا بتخدم عليها عشان تعمل سبرماتوجينيسيس. سيبه مفتوح بدل ما كل شويه واحد يخبط ولا ايه؟ وانت غير وظيفتك، اي واحد يجي يقفله ولا فاحنا الاستراكشر بتاع التستس اللي عايزين نعرفه من الهيصه من الكلام الهجس ده كله، لانك هتاخده في الهيستولوجي لما هتمل منه. عايز اعلم كده ان التستس عباره عن جزئين، السيمي نفرس تيبيول اللي هي بحرف الاس دي، ايه الخلايا اللي موجوده فيها؟ سبرماتوجونيا وسيرتولي سيلز، اللي هي السبرماتوجونيا دي والسيرتولي سيلز دي، دول بيعملوا ايه؟ سبرماتوجينيسيس. فيها مجموعه ثانيه من الخلايا اسمها الانترستيشيال سيل اوف ليدج، اللي هي وظيفتها ايه الانترستيشيال سيل اوف ليدج؟ اللي هي تعمل التستوستيرون او الاندوكراينال فانكشن اوف تيستس. ودول اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل، اللي هو السبرماتوجينيسيس و الاندوكراينال فانكشن. قبل ما نتكلم عليهم بالتفصيل هنتكلم على نقطة اللي هي الحماية أو الوقاية اللي ربنا عاملها للتستس. الحماية سواء كانت رقم واحد حماية كيميكال أو حماية ثيرمال. فأنت خدت في السي إن إس إن ربنا عامل للتستس حماية أو بروتكشن ميكانيكال. خدنا الكلام ده في السي ان اس، خدناه لما كانوا بيقولوا الفيزرال بيل او السيفير بيل ممكن يعمل معاه رياكشن بارا سمباثيك يحصل لدرجه السنكوب او اللوس اوف كونشسنس اللي هي التستيكولار تروما. ربنا عامل التستس حساسه قوي، سنسيتيف قوي، التاتش فيها كده ممكن يحسسك بيه. الحاجه اللي تعمل فيها تيشو دامج تعمل سيفير بين وسيفير رياكشن يصل لدرجه ابلوس اوف كونشسنس. جربتوا الكلام ده وانتوا بتلعبوا كوره؟ جربتوا؟ انك تقف في حيطه او واحد يشوف عليك تستيكولار، لما الكوره تيجي في التستس تستيكولار بين ممكن الواحد يقع من طوله. فربنا عامل حمايه للتستس ميكانيكال، عامل لها انها سنسيتيف شويه من بين وفيها بين ريسبتور اكتر شويه، والرياكشن اللي بيجي منها بيبقى سيفير رياكشن.
ليه؟ لانها ديليكت استراكشر، التخبيط فيها بيعمل تيشو دامج. فده حاجه خدناها في السي ان اس. اللي عايزين نقوله هنا اللي هي الحمايه الكيميكال للتستس والحمايه الثيرمال للتستس. فالحمايه الكيميكال للتستس ربنا عامل في التستس بلاد تستس بارير، بارير يعني فاصل ما بين الخصيه والدم. فلما نيجي نتخيله كده شكله عامل ازاي، دي السيمينفراس تيبيول اللي هي موجود فيها ايه؟ الستيم سيل او السبرماتوجونيا والسيرتولي سيل، والبلاد فيزل او الكابيلاري بتبقى في الحته دي حوالين الانترستيشال سيل اوف ليدش. يعني افرض ده البلاد فيزل او الكابيلاري، فربنا عامل فاصل ما بين الدم وما بين السيمينفراس تيبيول اللي هي اهم حاجه في التستس، اسمه بلاد تستس بارير. يتكون من ايه؟ تايت جانكشن بتوين ادجيسنت سيرتولي سيل. ان السيرتولي سيل عند البيز بتاعها ملزقه قوي في بعضها عشان تفصل ما بين الدم وما بين التستيكولار فلويد او التيوبولار فلويد. ايه هي الفانكشن بتاعت البلاد تستس بارير؟ او ما افتكر كده خدت في السي ان اس البلاد برين بارير. حد فاكر ايه هي وظيفه البلاد برين بارير يا شيخ؟ حد فاكر ايه هي وظيفه البلاد برين بارير؟ بالفقاقة كده اسمه بلاد برين بارير، يعني بيفصل بين الدم والبرين عشان يخلي الزباله بتاعت الدم ما توصلش للبرين، صح؟ ده هو البديهي اللي رجل الشارع هيقول. ايه هي الوظيفه الثانيه للبلاد برين بارير؟ ما يعني لو اي واحد ملوش فيها خالص هتقول له في عايز بين الدم والمخ، ايه وظيفته؟ هيقول لك عشان زباله الدم ما تروحش للمخ، صح؟ ده بديهي لوجيك. ايه هي الوظيفه الثانيه بقى للبلاد برين بارير؟ ان هو بيعمل سيلكتيفيتي في نفس الوقت بيخلي الحاجات الحلوه اللي في المخ ما توصلش للدم، النيورو ترانسميتر اللي بتتفرز والكيميكال ترانسميتر اللي بتتفرز ما يخليهاش تعمل اسكيب وتروح للبراد، ماشي؟ فهو فاصل بين البرين والبراد عشان يمنع مكونات الدم انها تروح للمخ ويمنع مكونات المخ انها توصل للدم. نفس الحكايه بالنسبه للبراد تستس بارير. البراد تستس بارير ايه وظيفته؟ ان يفصل الدم عن الخصيه. فنص الوظيفه بتاعته ان هو يمنع زباله الدم انها توصل للخصيه. الحاجات التوكسيك او الهارمفول او النوكسيوس فاكتور اللي موجوده في الدم يمنعها انها توصل هنا، لان دي اورجان ديليكت او حساس قوي. لو تغير البي اتش سنه، لو تغير الكيميكال كومبوزيشن سنه، لو تغير الاوزمار دي حاجه بسيطه ممكن الحته دي كلها تبوظ، ماشي؟ النص الثاني المهم من الوظيفه ان هو يمنع الزباله بتاعه التستس انها تروح للدم. زي ما هنشوف حالا السبرماتوجينيسيس، عشان السبرماتوجونيا دي تتحول الى ماتيور سبرماتوزوا بشيل منها سيتوبلازم كتير قوي. السيتوبلازم ده عباره عن بروتين، لو البروتين ده بعد ما اتشال من الخلايا وصل للدم، الانتي بوديز الجهاز المناعي بتاع الجسم هيتعرف عليها على انها اجسام غريبه هيصنع لها انتي بوديز، ومن الانتي بوديز دي ممكن بعد كده تعدي من الدم وتروح تبوظ خلايا التستس. فوظيفه البلاد تستس بارير ايه هي؟ رقم واحد بريفنت او توكسيك او الهارمفول سبستانس من الدم انها توصل للتستس او للتيوبلر فلويد. رقم اثنين الاهم ان هو بريفنت الانتيجينيك برودكت او البروتين برودكت اللي بتنتج عن السبرماتوجينيسيس انها توصل من التستس للدم، وبالتالي يمنع تصنيع الانتي بوديز او يمنع الاوتو اميون ديزيز. فانا عشان ما انساهوش، هو اسمه بلاد تستس بارير، يعني فاصل بين ده وده، فهو بيمنع اللي في الدم انه يروح للتستس وبيمنع اللي في التستس ان هو يروح للدم. فدي حاجه ربنا عاملها ميكانيكال بروتكشن. معمول بايه البلاد تستس بارير؟ بتايت جانكشن بتوين السيرتولي سيلز. الرسمه دي هيستولوجيه ما هيش صح قوي، بس احنا يعني ايه رسم تخيلي عشان الفسيولوجي، زي ما الرسمه دي اناتوميكالي عمرها ما تكون صح. الرسمه دي في الاناتومي بخطا خالص، بس احنا رسم تخيلي عشان نقدر نفهم، ماشي؟ فدي اول نقطه اللي هي الكيميكال بروتكشن. تاني نقطه اللي هي الثيرمال بروتكشن، تاني التستس حساسه قوي خاصه السيمينفراس تيبيول والسيرتولي سيل، فلو زادت درجه الحراره فيها ممكن تعمل تيشو دامج او ديستراكشن. التستس متعوده عشان تشتغل كويس درجه الحراره الاوبتيمم بالنسبه لها 32 33. طب درجه حراره جسم انا كام؟ 37 او 36 ونص او 37 ونص. ففي فرق 3 4 درجات بين الاوبتيمم تمبريتشر بتاعت التستس والاوبتيمم تمبريتشر بتاعت الجسم. ازاي ربنا يضمن ان في لو تستيكولار تمبريتشر؟
ايه الحاجات اللي ربنا بيعملها عشان يضمن في ثيرمال بروتكشن ان درجه الحراره بتاعت التست تبقى قليله. فافترض تخيل كده ان دي بطن واحد، دي سكروتم، نزلنا دي رجله. فايه هي الفاكتورز اللي منتين لو تستيكولار تمبريتشر؟ رقم واحد البوزيشن اوف ذا تيستس انها اوت سايد ذا ابدومينال كافيتي، ان التيستس بره الابدومين خالص في الشارع. رقم اثنين ان السكروتم ما فيهوش سب كوتينيوس فات، يعني تحت الجلد في اي حته في الجسم تحت الجلد في سب كوتينيوس فات بيشتغل كعازل حراري. السكروتم السكن بتاعه ما فيهوش الفات ده فيضمن ان الحراره ما تبقاش عاليه. رقم ثلاثه ان انا عندي مصل بتعمل كونتراكشن مع الكل وريلاكسيشن مع الهود. هتلاقوا في الكتاب اسمها الدكتوس مصل، بس انا اعتقد ان هي الاسم الصح بتاعها في مصرك مصل. فيعني ايا كان مش مشكله، هي في مصل موجوده هنا في السكروتم لما تبقى الدنيا برد تعمل كونتراكشن تقرب التستس للدفع، لما تبقى الدنيا حر تعمل ريلاكسيشن وتبعد التستس عن الحر. اهم حاجه في الخرف ده كله ان في استبدال للحراره اسمه كاونتر كارنت هيت اكستشينجر ما بين الورم بلاد اللي في الارتري والكولد بلاد اللي في الفين. فرسم تخيلي برضو يا دكتور، افرض ان دي ورم بلاد جاي للتستس، وده اللي في الاس الازرق ده كولد فينس بلاد طالع من التستس، ده الدايركشن بتاعه كده، ده الدايركشن بتاعه كده. فالدم بيبقى جاي من الابدومين درجه حرارته زي حراره الابدومين 37، وهو داخل ناحيه التستس بيلاقي مقابل ليه الناحيه الثانيه طالع الناحيه الثانيه في اتجاه مخالف الفين، فبيروح مديله شويه حراره. يوم هنا 37 في النقطه دي بقى 36.5، يدي حراره ثاني 35.5، يدي حراره ثالث 34.5، يدي حراره. فنسمي الهيصه دي ايه؟ ان الحراره بتاعت الورم ارتيريال بلاد بتنتقل الى الكولد فينوس بلاد. ليه؟ اشمعنى؟ ليه؟ لان هما الاثنين ماشيين بارلل تو ايتش اذر اند ان ديفرنت دايركشن. فشوف احنا حكينا يجي خمس ست سطور نص صفحه كده عشان نختصرها بكلمه بلاغيه نقول كاونتر كارنت هيت اكستشينجر. هيت اكستشينجر يعني استبدال حراره. استبدال حراره بين ايه وايه؟ الورم ارتيريال بلاد والكولد فينوس بلاد. ايه اللي مخلي في استبدال الحراره؟ ان هما تو فلويد ان اوبوزيت دايركشن. تو فلويد ان اوبوزيت دايركشن اسمها كاونتر كارنت. كارنت يعني فلو، كاونتر يعني كاونتر اتاك يعني ايه؟ هجوه مضاده. فكاونتر يعني مضاد او مختلف، زي كاونتر ترانسبورت كده اللي بينقل حاجه جوه وحاجه بره. فكلمه كاونتر معناها معاكس او مضاد. كارنت يعني فلو، هيت اكستشينجر يعني استبدال الحراره. فاحنا بنختصر الهيصه دي كلها نسميها ايه؟ كاونتر كارنت هيت اكستشينجر، يعني نقل الحراره من الورم ارتيريال بلاد الى الكولد فينوس بلاد. ليه؟ لان هما تو فلويد ان opposite direction and parallel to each other. عشان نخلص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الاستراكشر اوف تيستس، لو حصل congenital anomaly في التيستس حاجه اسمها كريبت اوركايديزم. ده الاسم اللاتيني بتاعه. امال بالانجليزي اسمها ايه؟ descending testis او undescended testis. فالتستس سبحان الله في الامبريولوجي ده نفس الراجل اللي هناك ده، بس الابد من اهو. التستس في الامبريولوجي بتنشا انترا ابدومينال، بعدين بتتسحب كده بتتشد لتحت تنزل في السكروتم بخيط اسمه ايه الحبل اللي بيسحبها ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اللي هو الفتله او الخيط اللي بيسحب التستس ينزلها في السكروتم. خدتوه في الاناتوم. اسمه جوبرناكيولم. جوبرناكيولم مش خدتوه؟ فالمهم يعني في فتله بتسحبها تنزلها تحت بتاثير التستوستيرون هرمون. ففي الامبريولوجي التستس اساسا بتنشا فين؟ ابدومينال اورجان. بعدين تتسحب لتحت تنزل في السكروتم بالحبل ده اللي اسمه الجوبرناجيولم عن طريق قناه اسمها الانجواينال كانال. فلو التستس دنتها ابدومينال ما اتسحبتش نزلت في السكروتم، ده اللي هو اسمه كريبت اوركايديزم. يا ترى ايه اللي يعمل كريبت اوركايديزم؟
يا اما مفيش تستوستيرون يا اما الانكوينا الجنال دي ضيقه. ايه تاثير الكريبتوركايداز؟ ان التستوستيرون هتنها ابدومينال فهاي تمبريتشر، فالهاي تمبريتشر دي بتبوظ الكونتنت بتاعت التستس. بس عشان السيمي انفراستيبيول اللي هي دي حساسه قوي ممكن تبوظ نهائيا. الانترستيشال سيل اوف ليدج بتبقى متنحه شويه فممكن تبوظ بارشيال، يعني التاثير بتاعها بيبقى كومبليت فيلير اوف سبرماتوجينيسيس دي بتبوظ خالص، وبارشيال فيلير اوف اندوكراينال فانكشن. طب لما نعالجها بنعالجها ازاي؟ يا اما نعمل انجكشن للتستوستيرون يا نوسع الكنال. فدي حاجه مهمه للشفوي وللحياه بعد كده اللي اسمها الكريبت اوركايدز. يعني ايه كريبت اوركايدز؟ يعني ريتيند تيستس او ابدومينال تيستس او اندستند تيستس. ايه اللي بيعمل الشغلانه دي؟ يا تستوستيرون قليل يا انجوينا الكنال ضيقه. ايه التاثير بتاع الشغلانه دي؟ السبرماتوجينيسيس بيبوظ خالص، الاندوكراينال فانكشن ممكن تتاثر بارشيال. نعالجها ازاي الشغلانه دي؟ انجكشن اوف تستوستيرون او دايلاتيشن اوف ذا انجوينا الكنال. اهم حاجه في العلاج يا دكتور، اهم شيء على الاطلاق از ايرلي از بوسيبل. يعني التستس لو دنيتها في الابدومن لمده شهر فالسيمي انفراستيبيول دي بيبوظ نصها، لو دنيتها لمده شهرين بيبوظ ثلاث ارباعها، لو دنيتها لمده خمس ست شهور بيبوظ 90% منها، لو دنيتها سنتين ثلاثه اربعه كلها باظت خلاص البقاء لله ما عادش لها لازمه. فالمهم في العلاج ان هو يتشخص بدري ويتعالج بدري. عشان كده بيقولوا الكريبتوركايديزم مين المسؤول ان هو يتشخص، او لو فلت من دكتور التشخيص بتاعه الغلطه في وش مين؟ في دكتور الاطفال اللي كان في غرفه الولاده. يعني ساعه ما الست بتولد فيه دكتور اطفال وبيخبط على العيل ويتاكد ان تنفسه سليم وقلبه شغال سليم، روتين لازم اجباري لو هو ولد يشوف عنده اثنين تستس ولا واحده، ممكن واحده نزلت والثانيه موجوده هناك. لو جالك من ده دكتور الاطفال اللي كشف عليه اول كشف او عمل كله اول بطاقه صحيه هو المسؤول، لان هو روتين لازم يكشف على التستس. لو جالك من ده اي دكتور اطفال الام رايحه تشفي له باي حاجه في الدنيا، سخونيه بطنه بتوجعه ودانه بتوجعه عينه بتعمص، لازم روتين. وانا بكشف على ميوني ميل لازم روتين، هي بتشتكي من ودانه لازم افتح كله وابص على التستس واشوف هما اثنين ولا واحده. ماشي؟ لان في ناس يعني حالات ماساويه، العيل بيجي عنده 11 سنه مش حاسين، وعند السنه ال 12 يكتشفوا ان هو في تستس واحده في السكروتم والثانيه موجوده هنا، وقتها يا دكتور لازم تتشال برضه. يعني هي بتطلع عندها حبايه العدس وما لهاش لازمه، بيقول له خد يا ابني اعمل بيها اي حاجه حط عليها شرب ولا ما لهاش لازمه خالص. بس لو سابها في الابدومين هتعمل سرطانات، هتبقى بري كانسرس، ممكن تعمل سرطان. ماشي؟ فده الموضوع المهم اللي هو اسمه الكريبتوركايديزم او الاندستندد تيستس. عارفين كلمه كريبت معناها ايه؟ وانتوا بتاخدوا في الهيستولوجي مش قرفوكوا في الانتستين؟ ايوه اللي بتاع اللي هي دي اسمها كريبت اوف ليبر كان او ليبر خان. الدكتور ايمن غلاب كان بيقول لنا اسمها كريبت اوف ليبر كوهين. اه والله صحيح. فمش فارقه النطق يعني. فمعناها ايه كلمه كريبت بقى اللي هي اللي بتاع دي؟ اتش شيب ديبريشن ان فاجينيشن. ماشي تمام، ده احسن تعبير يعني. كريبت في اللغه اساسا اللي هو السرداب اللي بيتعمل تحت البيت، حاجه زي البدروم كده اللي هو اللي تحت الناس تستخبى فيه او تخبي فيه فلوس او تخبي فيه اكل. في الانجليزي معناه هيدن، يعني مستخبي. فالتستس لما ادناها مستخبيه موجوده في الابدومين مش نزلت يبقى اسمها كريبت اوركايديزم. فكلمه كريبت معناها هيدن او مستخبي، اوركايد معناه تستس بس باللاتيني، يعني التستس الاسم اللاتيني بتاعها اوركايد. لما انا اقرا موضوع الكريبت اوركايديزم هقول اه والله فعلا ده انا قريت في السي ان اس ان الريفيرد بين بتاع التستس بتاع الكدني سوري يتحس فين؟ في السكن اراوند السكروت او اراوند التستس اللي هو السكروتم، والفيميل ما فيهاش نفس تحسه في المنطقه بتاعه البيوبس اللي هي الجرايم اللي هي منطقه العانه. فاقول اه والله فعلا ده يؤكد ان التستس و الكدني كانوا طوله واتقسمت نصين، والكدني راح تطلع لفوق والتستس راح تنزل لتحت. ماشي؟ الدليل على كده ان الريفيرد بين بتاع الكدني يتحس اراوند التستس حوالين التستس. اقوم لما اجي اقرا مثلا ان دي اسمها سيمي نفرستيبيول ما بقاش مستغرب.
ده هي شبه النفرون بتاعت الكدم متلولوه كده او فيها تعرجات، اقول اه والله ده هم بيولوجيكالي من نفس الاوريجن، فعشان كده في الكدم عملت نفرون الخلايا في التستس عملت حاجه شبه النفرون سيمي نفرس تيبيول. اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو سريعا الاستراكشر اوف ذا تستس سريعا قوي، لان احنا هنتكلم على الوظيفتين الاساسيتين دول البروتكشن بتاع الكيميكال والثيرمال. لو حصل كونجينيتال انومالي في التستس اللي هي اسمها الكريبت اورجايديزم سريعا قوي فانكشن اوف سكندري سكس اورجانز. اللي هي ايه الفانكشن بتاعت السكندري سكس اورجانز؟ الحته دي اللي اسمها الابيديمز طالع منها عصايه كده اسمها الفاز، في هنا السيمينال فيزيكل، البروستاتا، جلاند اسمها البلب يوريثرال جلاند، البينس والسكروتم. فعشان يبقى عندنا تخيل يعني الفانكشن بتاعت الميل جينيتال سيستم ان يعمل سبرماتوجينيسيس ويطلعها في فلويد اسمه السيمن اللي هو السائل المنوي. السائل المنوي ده يتكون من ايه؟ اللب بتاعه او اهم حاجه فيه السبرمات اللي جايه من هنا. اهم شيء على الاطلاق دي اللي هتخلف. بس عشان تبقى في بيئه كويسه وتساعد ان يحصل فيرتلايزيشن طول ما هي ماشيه في الجينيتال سيستم بيتحط عليها فلويد عشان يخلي الكومبوزيشن بتاعها ملائم او مناسب. فالسيمن اللي هو السائل المنوي اللي بيطلع وقت الايجاكيوليشن وقت القذف في الانتر كورس في ال المهم يعني مش عارف اسمه بالعربي ايه والله. بيتكون من ايه؟ سبرمات جايه من هنا وحاجات بتتحط عليه من السكندري سكس اورجان. فاحنا عايزين نشوف سريعا السكندري سكس اورجان بتخدم السبرمات في ايه، بتعمل السبرمات بتضيف عليها ايه او بتغير فيها ايه عشان تخليها قادره ان تعمل فيرتلايزيشن او تبقى لها قدره على الريبرودكشن. فاول حاجه اللي هي الابيديديمز والفاز، عايز اعرف كلمتين بس ان الابيديديمز والفاز دول الحته اللي بيحصل فيهم ماتيوريشن اند موتيليتي وستورج، يعني في تخزين للسبرمات فيها. لما السبرمات بتتخزن بتبقى مطيل عندها القدره انها تتحرك، وماتيور يعني عندها القدره انها تعمل بنتريشن وفيرتلايزيشن. فزي ما هنشوف حالا السبرماتوجينيسيس كونتينوس بروسيس، يعني فرضا زي الار بي سيز برودكشن، يعني السبرمات اللي بتطلع وقت الايجاكيوليشن مش بتبقى متصنعه لحظتها مش ساعتها، ده ممكن سبرم يكون متخزن في الجينيتال سيستم بقاله اسبوع او بقاله اسبوعين او بقاله ثلاث اسابيع او بقاله شهر ويحصل له ايجاكيوليشن يحصل له خروج وقت القذف ماشي. فهي السيمينيفرس تيبيول دي طول ما هي فاضيه ليل ونهار وصبح وظهر وفي كل لحظه وفي كل دقيقه قاعده تصنع سبرمات. بتروح فين السبرمات دي بعد كده؟ بتروح تخش في الابيديديمز والفاز عشان تتخزن، وهي متخزنه في الابيديديمز في الفاز بتبقى ماتيور يعني عندها قدره انها تعمل فيرتلايزيشن بتكتسب موتيليتي يبقى لها حركيه. فالفانكشن بتاعت الابيديديمز والفاز ايه هي؟ انها سايد اوف ماتيوريشن اند موتيليتي سايد اوف ستورج، وان كان الستورج في الفاز اكتر من الابيديديمز. طب اكمل شويه كده حته اسمها السيمينال فيزيكل. ايه وظيفه السيمينال فيزيكل؟ السيمينال فيزيكل بتحط على السكريشن بتاع السيمين من 60 ل 80% من السكريشن، يعني حجم السيمين حجم السائل المنوي 60 ل 80% منه جاي منين؟ جاي من السيمينال فيزيكل. ايه الكونتنت اللي بتحطها السيمينال فيزيكل على السيمين؟ بتحط عليه فركتوز، فايبرينوجين، وحاجات تساعد في الفيرتلايزيشن. شفته فيلم احمد حلمي لما كان بيقول لها قولي بلوفر، لما كانت بتقول له نسني فين بتقول لك في بروفا وثانك يو فيري ماتش. فاحنا عشان ما ننساش احنا كمصريين يعني بنحب اللهجه دي او اللكنه دي ان الفي بنقولها اف، فما تنساهاش السيمينال فيزيكال بتطلع حاجات عشان اسمها فيزيكال فهي بتطلع حاجات بالفي برضه اللي هي الحاجات اللي بالفي الفي المصري. فايبرينوجين وفركتوز وحاجات تساعد في الفيرتلايزيشن. فاول حاجه الفركتوز ايه وظيفته؟ ان هو يغذي السبرمات، اصل السبرمات بعد ما يحصل لها ايجاكيوليشن هتبقى في الطل في الهواء، لا لها بلاد سبلاي ولا لها كابيلاري سبلاي، هتتغذى منين؟ من الفركتوز كونتنت ده. بعد كده فايبرينوجين عشان يخلي السيمن لما يحصل له ايجاكيوليشن يبقى كواجيولم. فايبرينوجين اللي هو حاجه بتاعت سنه اولى اللي بتعمل الجلطه عشان يخلي السيمن هناخدها بعد كده متجلط او ويكو اجيولا. بعد كده حاجه تساعد في الفيرتلايزيشن اللي هي البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز اللي بتساعد في الفيرتلايزيشن بحرف البي دي بتخدم في ايه؟
بتخلي السبرم يقدر يعمل بنتريشن للسيرفايكال ميكوزا ادي دي، وبتعمل ريفرسبل ستاليسز في اليوترس والفالوبيان تيوب، يعني وقت الايجاكيوليشن وقت القذف في الانتركورس السيمن بيتحط فين؟ بيتحط في الحته دي في البوستيرير فورنكس بتاع الفاجينا او الانتيرير فورنكس مش فارقه، يعني في اي فورنكس من الفورنكس بتاعت الفاجينا. المفروض الفيرتلايزيشن هيحصل فين يا دكتور؟ فوق خالص في الفالوبيان تيوب. السبرم عشان يمشي من الحته دي يوصل للفالوبيان تيوب كانك جريت من هنا لاسكندريه. فايه اللي بيساعد السبرم ان هو يطلع كده للفالوبيان تيوب؟ الريفرسبل ستاليسز بتاعت اليوترس، ان اليوترس بيقعد يعمل كده والفالوبيان تيوب بتعمل كده، يقوم زي الشفاط قاعده تسحب السبرم لفوق. عشان يعدي من المنطقه دي اللي هي السيرفكس بيلاقي فيه ميوكس كتير قوي، سكريشن مخاطي كتير قوي. السيرفكس اللي هو عنق الرحم اللي هو الوصله بين اليوترس والفاجينا، عشان يعدي من المنطقه دي عشان يعمل لها بينتريشن اللي بيساعد في كده البروستاجلاندينز. فاحنا اللي بنتكلم فيه الهيصه دي ايه؟ اللي هي الفانكشن اوف سيمينال فيزيكل اللي هي اسمها الحويصلات المنويه، بتطلع سكريشن من 60 ل 80% من الفوليوم اوف سيمن. السكريشن ده اليونيك كونتنت بتاعته المهمه فيه الفركتوز فور نيوتريشن، الفايبرينوجين عشان يخلي السيمن كواجولان، البروستاجلاندينز عشان تساعد في الفيرتلايزيشن. البروستاجلاندينز بتساعد في الفيرتلايزيشن ازاي؟ بتساعد البنتريشن اوف سيرفايكال ميكوزا وبتعمل ريفرز بيرستاليسيس في اليوترس والفالوبيان تيوب. بعد كده في غده اسمها البروستاتا، غده البروستاتا دي بتطلع تقريبا من 13 ل 30% من الفوليوم اوف سيمن. السكريشن بتاع البروستاتا بيبقى الكالاين سكريشن. ايه فايده ان هو يبقى الكالاين سكريشن؟ ان هو يعادل الاسيديتي بتاع الفاجينا والسيمينال فيزيكل. فالسكريشن اللي بيجي من السيمينال فيزيكل بيبقى اسيديك. طب الاسيديتي دي ممكن تموت السبرمات، عشان السبرمات ما تموتش يبقى البروستات تحط عليها الكالاين سكريشن. حاجه ثانيه ان الديبوزيشن اوف سيمن هيحصل قريب من الفاجينا، الفاجينا البي اتش بتاعها اسيديك، ربنا عاملها حمايه كده عشان مفتوحه على الشارع، بي اتش اسيديك عشان لو بكتيريا او فانجس او ميكروب عايز يخش يموت. ايه اللي هيعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي بتاعت الفاجينا؟ السكريشن اوف سيمينال فيزيكل، سوري اوف بروستات. فالبروستات بتطلع سكريشن الكالاين. ليه الكالاين؟ عشان يودي الاسيديتي بتاع ما قبلها وما بعدها. ما قبلها اللي هي الفاز والسيمينال فيزيكل، ما بعدها اللي هي الفاجينا. يتكون من ايه السكريشن بتاع البروستات؟ من حاجات بحرف السي، كالسيوم، كلوتينج انزايم، سيتريك اسيد، وانت هتزود بس في الكتاب فايبرينو لايسين اللي هي مذيب للجلطه، لان موضوع مهم قوي هناخده قدام، ان السيمن بينزل كواجيولم متجلط وبعد شويه بيتحول لفلويد. مين اللي بيخليه ينزل كواجيولم؟ الفايبرينوجين اللي من السيمينال فيزيكال زائد الكلوتينج انزيم اللي من البروستات. مين اللي بيدوب الجلطه بعد كده؟ الفايبرينولايسين اللي جاي من البروستاتا. ما تقفلش دماغك بقى وتعمل زي الناس الصغيرين وتقول ازاي في سيتريك اسيد وازاي الكالاين. ايه دخل ديب دي يعني؟ ايه علاقه ديب دي؟ يعني هو في من الكونتنت بتاعته سيتريك اسيد واسيد فوسفيت وكالسيوم، بس الاوفر اول بي اتش بيبقى الكالاين. يعني مش متضادين ولا مفيش حاجه عكس الثانيه. خلاص؟ بعد كده في جلاند اسمها البالبو يوريثرال جلاند اللي هي اسمها بالعربي المشحمه. المشحمه اللي بتشحم اليوريثرا. بتشحم دي بالانجليزي اسمها لوبريكيت. اصل اليوريثرا دي المفروض بيعدي فيها ايه؟ الديفولت اللي بيعدي فيها يورين. زباله. وحاجه اكسسوري اللي هي السيمن. فعشان السيمن يعدي على نظافه، ما هو مكان اليوريثرا كان فيه يورين، يعني اسيد وحاجات وحشه، كونتنت وحشه جدا، اكسكريتوري برودكت. لو السبرم عدى في البيئه السيئه دي كل السبرمات قبل ما يحصل ايجاكيوليشن هتموت. عشان اضمن ان السبرمات تعدي على نظافه، البالب يوريثرا جلاند وقت الايجاكيوليشن بتفرز سكريشن ينظف، يقوم اللي جاي من هنا يجي على نظيف. فاحنا لما نقول الكلام ده في كلمه نقوله ازاي؟ انها بتطلع سكريشن تو لوبريكيت ذا يوريثرا. لوبريكيت يعني يلين او ينظف، او لوبريكيت ذا يوريثرا من ايه؟ من
اليورين كونتنت. بعد كده البينس هنتكلم عليه اللي هو بيعمل الوظائف دي، الاريكشن والايجاكيوليشن. خلاص، فاحنا اللي اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو ايه، الفانكشن اوف سكندري سكس اورجانز. بسرعه خالص، الابيديرمس والفاس ستورج، بس في الفاس اكتر، وهم بيحصل لهم ستورج لساعات او ايام، ماتيوليشن وموتيليتي. السيمينال فيزيكال من 60-80%، السكريشن بتاعها ما نساهمش بالاف، فركتوز فايبرينوجين بروستاجلاندين تو هيلب الفيرتلايزيشن. بتساعد ازاي؟ بنتريشن وبرستاليسز. البروستات السكريشن بتاعها من 13-30%، الكلاين عشان نيوتراليز الاسيديتي بتاع اللي قبلها وبتاع اللي جاي بعدها. بيتكون من ايه؟ من كالسيوم وسيتريك اسيد وكلوتينج انزيم، وهنزود عليها الفايبرينو لايسين عشان ما تفاجئش بس وانا بقراها بعد كده في المواضيع اللي جايه. بعد كده البالب يوريثرال جلاند اللي هي بتعمل لوبريكيشن لليوريثرا عشان تنظفها من مكان اليورين باسج. خلاص؟ ممكن نمسح اللي بتاعتك؟ ممكن نمسحها؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على جنرال ستراكشر اوف برايمري سكس اورجان. جنرال دي يعني ايه؟ قلنا كلمتين، الاستات بتاعت الاس والانترستيشال سيلز بتاعت التستوستيرون. واتكلمنا على جنرال ستراكشر اند فانكشن اوف سكندري سكس اورجان. الموضوع الاساسي بقى اللي احنا بنشوف البرودكشن، تفاصيل البرايمري سكس اورجان فانكشن اللي هي الجاميتوجينيسيس والاندوكراينال فانكشن اوف تستس. فاحنا عايزين نتكلم دلوقتي على الجاميتوجينيك فانكشن اوف تستس اللي هي اسمها سبرماتوجينيسيس. فعايزين نتكلم رقم واحد على الستيبس، رقم اثنين على الديوريشن، رقم ثلاثة على الفاكتورز افكتنج. ايه هي خطوات السبرماتوجينيسيس والديوريشن بتاع السبرماتوجينيسيس؟ بياخد وقت قد ايه؟ ايه هي العوامل المؤثرة على السبرماتوجينيسيس؟ فكرسم تخيلي برضه، السبرماتوجينيسيس بيجي منين؟ من الجيرم سيلز او المذر سيلز بتاعت السبرم اللي هي اسمها السبرماتوجونيا. السبرماتوجونيا دي عباره عن ايه؟ اللايننج او الخلايا المبطنه للقنوات دي اللي هي اسمها السيمينيفرس تيبيول. فافرض ان دي خليه السبرماتوجونيا. اول ما تبدا عشان تعمل سبرماتوجينيسيس، يعني ببساطه كده السبرماتوجونيا زي الهيماتوبويتيك تيشو اللي موجوده في البون مارو اللي هي بتنقسم عشان تدي ار بي سيز، ماشي؟ فدي المذر سيل او الستيم سيل او الخلايا الام اللي هيجي منها السبرم. اول ما تبدا تعمل عمليه السبرماتوجينيسيس بتاخد خطين، خط يعمل ديفرنشيشن وخط يدنه هنا فور رينيوال. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتفرق الميل عن الفيميل. يعني الميل لو دنه عايش مليون سنه هيدنه في المليون سنه ريبرودكتيف. الفيميل بتوصل مرحلة يبقى عندها سن يأس أو مينوبوز، يعني لو لطمت على حدودها مش هتعرف تخلف بعد كده. ليه؟ لأن الفيميل بتتولد عندها ليميتد نمبر أوف أوسايت، وكل شهر شوية بيخلصوا منهم، فبتوصل مرحلة إن الحصالة بتاعتها خلصت، ما عادش فيه أوسايت. لكن الميل، الخلايا الستيم سيل بتاعته أو الجيرم سيل بتاعته أول ما تبدأ تنقسم، واحدة بتكمل عشان تعمل سبرمات وتدنها، التانية بتدنها موجودة في الإبيثيليوم لايننج. عشان كده لو دنه عايش، مهما دنه عايش المفروض ان هو يدنه فرتايل. عشان كده كان لما سيدنا ابراهيم خلف، حتى كان المشكلة عنده هو، يعني هل هو اللي كان مندهش ومستغرب؟ هو كان عادي خالص، يعني لما قالوا له هتخلف ولا أي اندهاش ولا أي تغيير ولا اي تعبير في الوش يقول ان هو اندهش. امال مين اللي اندهشت قوي واستغربت قوي؟ فاكره الايه؟ قول. هو قالت ايه؟ الايه الثانيه انا اللي انا قريتها
فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقال. فهي دي اللي كانت مندهشة، دي اللي كانت مستغربة، لكن هو بالنسبة له ولا أي اندهاش خالص. يعني الراجل يقعد عنده 90 سنة 100 سنة 120 سنة المفروض ان هو يقدر يخلف، صحيح قدرته بتقل بس يعني ايه ستيل عنده سبرماتوجينيسيس. فده موضوع مهم جدا مهم جدا سوري، اللي هو اسمه الرينيوال لاين ان سبرماتوجينيسيس. بعد كده الخلايا بقى اللي هتكمل في سكه سبرماتوجينيسيس بتبقى خلايا اسمها برايمري سبرماتوسايت، برايمري بتنقسم الى خلايا اسمها سكندري سبرماتوسايت، بتنقسم تدي خلايا اسمها سبرماتيدز. السبرماتيد دي تيجي تزرع نفسها في السيرتولي سيل، يوم السيرتولي سيل مشفطها ومغير شكلها ومحولها الى ماتيور سبرماتوزوا. فاحنا عندنا الخطوات بتاعه السبرماتوجينيسيس ان برايمري سبرماتوسايت يتحول الى سكندري سبرماتوسايت، تتحول الى سبرماتيد، السبرماتيد يتحول الى سبرم او سبرماتوزوا. المواضيع المهمه بالنسبه لنا الكريتيكال ان البرايمري عشان يبقى سكندري دي الحاجه المهمه جدا، ده الميوزيس. السكندري عشان تبقى سبرماتيد ده كونتينيويشن يعني ستيل 23 كروموزوم. السبرماتيد عشان يبقى سبرماتوزوا ده مورفولوجيكال تشينج، تغيير في الشكل. يعني التغيير الجذري في السبرماتوجينيسيس اللي هو الميوزيس ان ال 46 يبقوا 23 كروموزوم. ده من فين لفين؟ من البرايمري سبرماتوسايت الى السكندري سبرماتوسايت. بعدين عشان يتغير شكل السبرماتيد الى ماتيور سبرماتوزوا يبقى حاجه عامله زي السهم الخارق كده اللي هي اسمها سبرميوجينيسيس، او من السبرماتيد الى ماتيور سبرماتوزوا. ماشي؟ فاحنا لما بنقول الخطوات بتاعه السبرماتوجينيسيس بقول في الاول مقدمه اللي هي بتاعه الرينيوال لاين، بعد كده برايمري سبرماتوسايت بتبقى سكندري سبرماتوسايت دبل ميوزيس، يعني دي 46 كروموزوم دي 23 كروموزوم. بعد كده السكندري سبرماتوسايت بتنقسم تدي سبرماتيد، بعد كده السبرماتيد بيدي سبرماتوزوا او ماتيور سبرم مورفولوجيكال تشينج. ده كله على بعضه اسمه سبرماتوجينيسيس. الخطوه الاخيره دي اسمها سبرميوجينيسيس او سبرميشن، اللي هي مورفولوجيكال تشينج وذاوت سيل ديفيجن، ان بيتغير شكل الخليه من غير ما الخليه تنقسم. مين اللي بيعمل الشغلانه دي؟ الخدامين بتوع السيرتولي السيمينيفرس سيبيول اللي هي اسمها السيرتولي سيل. فانا لما اقول كده بالمخ هي الخليه دي هتتغير للشكل، الخليه دي اللي هو بتعمل فيها ايه؟ السيرتولي سيل اللي بتعمل فيها ايه؟ ريموفال اوف سيتوبلازم، كوندنسيشن اوف نيوكليوس as head او كروماتيد ماتيريال as head، remaining cytoplasm and cell membrane as tail. يعني عشان تتغير من الشكل ده للشكل ده فالسيرتولي سيل بتشفط منها سيتوبلازم كتير قوي وتخلي الكروماتين ماتيريال تتحوش هنا في صوره هيد، وبقيه السيل ممبرين مع السيتوبلازم يعملوا تيل. ده اللي احنا كنا بنقوله في البلاد تيستس بارير، ان في بروتين بيتشال في عمليه السبرماتوجينيسيس. البروتين ده لو وصل للدم هيعمل انتيجينيك رياكشن وانتي بادز وهتعمل اوتو اميون ديزيز. فاللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو ايه؟ السبرميوجينيسيس. ده اسمه ايه يا دكتور؟ السبرماتوجينيسيس. ده اسمه ايه؟ السبرميوجينيسيس او السبرميشن، اللي هو مورفولوجيكال تشينج وذاوت سيل ديفيجن، تغيير في الشكل. ففي التالي بالتالي الشكل النهائي للكروموزوم سوري الماتيور سبرماتوزوا، افرض ان حاجه عامله زي البينس كده عشان يختلف برضه، بيبقى شكله عامل كده. فكل حاجه في الميل جينيتال سيستم بتبقى عامله كده، فعشان كده لما بيرمزوا للميل بيروحوا عاملين لك كده. يعني لما يجي يكتبوا ميل في ميل بيبقوا عاملين كده عشان البينس كده بنتريتنج السبرماتوزوا بنتريتنج برضه حاجه. فعشان كده بيحطوا الميل بالشكل ده، بيحطوا الرمز بتاعه كده. فلما نقول ايه هو الشكل بتاع الماتيور سبرماتوزوا في الاخر؟ عباره عن هيد وتيل. الهيد ده ايه اللي موجود فيه؟ من جواه كروماتين اللي هو جاي من النيوكليس وكفرد باي اكروزومال انزيم. دي عشان تنقل الصفه الوراثيه، ودي عشان تساعد ان يحصل بنتريشن. فبيبقى الهيد بتاعه عليه انزيمات اسمها بروتيوليتيك انزيم وهيالورونيديز انزيم، من اسمها تسهل ان يحصل انه يخرم الاوفم.
فده الهيد بتاعته. فانا هقول ان من جواه كوندنسد كروماتين ومن براه كفرد باي اكروزومال انزيم. طب والتيل موجود فيه ايه؟ فيه مايكروتوبيول وميتوكوندريا عشان تديله موتيليتي. فالتيل بيبقى حاجه عامله زي الفلاجيلا، حاجه شبه السليه، تيوبيول كتيره كده. وعشان تدي طاقه ميتوكوندريا كتيره، هدف الكلام ده ان يبقى له موتيليتي، سرعته تقريبا من 1-4 مليمتر بير مينت. ماشي؟ فتركيب التيل عباره عن ايه؟ مايكروتوبيول، عارفين السليه والفلاجيلا والخلف ده؟ الاستراكشر بتاعه اللي هي الانابيب اللي بتعمل حركيه. مايكروتوبيول اللي هي حاجه شبه السليه او حاجه شبه الفلاجيلا اللي هي تدي له حركيه. عشان يجيب الحركيه دي هيجيب طاقه منين؟ من ميتوكوندريا، بتبقى في الجزء الاولاني من التيل. دول بتدي له موتيليتي بالسرعه دي. عشان كده اوعى يمدحك عليك، اوعى اوعى وستك مثلا او والدتك او مش عارف ايه تقول لك لا اوعى تلعب بديلك. ده الراجل او الميل لو ما لعبش بديله يبقى ملوش اي لازمه. يعني السبيرم لو مش بيلعب بديله، لو مش مطايل يبقى ملوش صنف اللازمه، ملوش خالص يعني. ما هو لو مش مطايل مش هيوصل، مش هيعمل فرتلايزيشن، يبقى فانكشن بس. فمن احد الكاركتر او الوظائف او الشيء المطلوب، مش الحاجات الوحشه، في الميل وفي السبيرم بتاع الميل ان هو يكون بيلعب بديله، يعني مطير. اللي بيديل الموتيليتي او اللعبه بالديل ده اللي هي المايكروتوبيول والميتوكوندريا. خلاص؟ فاللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي اللي هو ايه؟ الخطوات بتاعت السبرماتوجينيسيس. قلنا الخطوات بتاعت السبرماتوجينيسيس، اول حاجه السبرماتوجونيا تعمل رينيوال لاين، بعد كده البرايمري يبقى سكندري ميوسيس، السكندري تبقى سبرماتيدز، السبرماتيدز بتتحول الى ماتيور سبرماتوزوم. اسمها سبرميوجينيسيس مورفولوجيكال وداوت سيل ديفيجن. ازاي بيحصل الكلام ده؟ بشيل سيتوبلازم، اجمع النيوكليوس في صوره هيد، والريميننج سيتوبلازم وسيل ممبرين اعمله تيل. وبالتالي يبقى عندي شكل الماتيور سبرماتوزوا عباره عن هيد وتيل. الهيد دي من جواها سي الكروماتين ماتيريال، من براها سي اللي هو الاكروزومال كفر او الانزيم. التيل اللي هي الامات دول مايكروتوبيول ومايتوكوندريا عشان تديها موتيليتي. ماشي؟ ممكن ناخد 5 دقايق وبعدين نكمل؟ طيب يعني على 10:05 كده ولا 10:10؟ 10:10؟ من طبيعه الفيميل برضو انها بتحب الفصال زي عينيها، سواء في الفلوس، سواء في العلم، سواء في الوقت. يعني لو واحد بيقول امتحان مثلا في ال10 ورقات دول، تقول له طب والنبي يا دكتور خليهم 9. طب الامتحان زمنه ساعه؟ لا طب والنبي عايزين ساعه برضه. طب ناخد القسط 5 دقايق؟ لا والنبي 10 دقايق. هو فصال ولا خلاص يعني؟ مع ان الدكتوره اللي قالت كده ما شفتهاش والله، بس اللي قالت كده متاكد انها قاعده مش هتطلع بره. بس هي عايزه تحس انها يعني تغلبت على اللي قدامها، وهو قال 5 دقايق 7 دقايق. ماشي؟ في النص بتشيلها ولا النهدة؟ يبقى في النص بيني وبينك يا دكتوره يبقى 7 دقايق. بعد النص. فالسيمين ما فيهوش اي سبرمز. فهل في مجال ان هو مثلا اي عمليات او كده ان هي تكون في حمض او بعد كده؟ لو السيمين ما فيهوش سبرم في الحالات اللي هي اسمها ايزوسبرميا، يعني تقريبا ما فيش اي نسبه 1% ان هو يتحرك ايا كان السبب. ماشي؟ فبس مش لو سحبوا من السيمين، هقول الكلام ده بعد كده، لو سحبوا من السيمين الفاستيديوم، يعني انا لو جبت من هنا عينه من هنا ولقيت ما فيش سبرمات يبقى ما فيش حاجه. ممكن يكون في بلوك هنا والسبرمات مش بتوصل، ممكن يكون الحته دي مش بتوصل سبرمات. لكن لو وصلنا السيمين الفاستيديوم وسحبنا ولقينا ان ما فيش سبرمات، اسمها ايزوسبرميا، لو رفع عشان ما فيش مشكله. بيقولوا له وفر فلوس بقى وفر. ماشي؟ بس يعني هو عشان تقولي اوتو اميونو عمل كده يعني لازم نبقى محددين. فعشان نبقى محددين، لو حالات ازوسبرم دايجنوزد باي تستيكولا بايوباسي او ما عمل كده. هم قالوا لي فعلا ان في هرمون هو السبب في السبرمس، ما فيش يعني هو بيعمل استراكشر سبرمس. هي اسعار لحد يعني ريليتد ولا حد ريليتد بيه؟ حد قريب كده؟ لا يعني عندنا في البلد يعني. طبعا ما
لو مطلعين ازوسبرم في سن الالم او السكر بس ما يتعبش ليه؟ لان عمليات التلقاح الصناعي يعني المشكله مش هو يعني حتى التلقاح الخارجي بيبقى سبيرم وتعبان شويه ونقل مشاط ومش عارف ايه ولكنه في الجوب، لكن لو ما فيش سبيرم اساسا هي بتعمل. طب ايه الجراحات الميكروسكوبيه والحاجات دي؟ في حاجات كتيره يعني اللي هي بحكي لك عليها دي اللي اسمها التلقاح الخارجي، اللي هو ناحيه سبيرم ضعيف ما هوش مطيب ومش بيعمل بنتريشن، وفي بيئه مناسبه يخليه يعمل بنتريشن، بس ده انت بص موجود ضعيفه بقى عيانه تعبانه ممكن تتعالج، لكن مش موجود من اساسه. ماشي؟ دكتور في حالات الابستراكشن بتاع الانواي الكنيس اللي هو البيسس ما نزلتش مثلا او اللي هو الميل كبر وبقى ال 15 و 12، طب مش المفروض اصلا ان الاسبرماتوش ستيل طول العمر؟ اه بس خلاص في الفتره دي كلها السيم نفس السيدول هي الريتين ده جوه الاكل من جوه يعني هو اصلا درجه الحراره كامله اصل العيل بيتولد التستس بتاعته قد كده تمام، وطول ما هو بيكبر التستس بتاعته عادي ده كده البروز برضه صح، لكن ده بيتولد التستس بتاعته قد كده وكل ما يعدي عليه فتره التستس بتاعته يعني درجه الحراره بتبقى بسبب درجه الحراره بتاعت الاب هي اللي بتعمل استرشن بس ستيل برضه ستيل لازم تتشال ما ينفعش تتشال بتعمل سرطان يعني بتبقى تيومر وكده يعني بس هو غالبا الاندوسيل التستس بيبقى لما دخل يعني غير اول ما هو الحظ كويس يعني غير انه يبقى فايرال. طب مثلا اللي هو مثلا ما يكون مثلا واحده نزلت والثانيه لا يعني انا بقول لك يوني الاخر. طب ممكن واحده ينفع تشتغل مثلا وبتعمل بس بتشتغل بكفاءه اقل شويه. Thank you.
هو انت عارفين اكتر الناس ايه هو سامعني؟ دلوقتي سامعين؟ كنت بس على فكره بقول طب وين اخر حته سامعين كويس؟ لا مش شايفين هنعمل ايه الحل دلوقتي؟ مش شايفين ايه الحل؟ خليها واحنا لما نخلص احسن يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نركز قوي في الحته دي اللي هي ان السيرتولي سيل دي النيرسنج سيل او الخدمات بتاعه السبرماتوجونيا عشان تخليها تعمل سبرماتوجينيسيس بطريقه كويسه. فاحنا عايزين نركز في الصوره دي في الكلام اللي احنا قلناه ده عشان ده اللي هنتكلم عليه حالا اللي هو الرول اوف سيرتولي سيلز ان سبرماتوجينيسيس. فالسبرماتوجينيسيس تاني اللي بيعملوا ايه؟ الجيرم سيلز اللي هي اسمها سبرماتوجونيا بيحصل في حته اسمها ايه؟ السيمينيفراستيبيول. السيمينيفراستيبيول موجود فيها ايه تاني غير السبرماتوجونيا؟ الخدامين او النيرسنج سيل اللي بيخدموا على السبرماتوجونيا اللي هي اسمها السيرتولي سيلز. ماشي؟ فعايزين نركز في الصوره دي كويس قبل ما نمسحها اللي هي الرول اوف سيرتولي سيل ان سبرماتوجينيسيس اللي هو في موضوع كبير اسمه فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس. ايه هي الحاجات المؤثره في السبرماتوجينيسيس او ايه هي الحاجات المطلوبه عشان اعمل سبرماتوجينيسيس كويس؟ فتعالى بقى نتكلم في الجزء ده على الفسيولوجي في حياتنا. اهميه اللي احنا درسناه ده ليك انت كبني ادم، سيبك من كطبيب او كطالب في سنه ثانيه، كانسان تتميز بايه عن اللي في تجاره او حقوق او زراعه؟ وبرده زي ما هو مهم ليك مهم ليهم برده. ايه هي الحاجات او الفاكتورز المهمه في السيرماتوجينيسيس او ايه هي العوامل التي تؤثر على السيرماتوجينيسيس سواء بالسلب او الايجاب؟ انت شايف ان ده مهم؟ مهم جدا. اهم ما اقول لك انت بيشغل القلب احسن اهم مليون مره، اهم ما اقول لك انت بيشغل فكرك احسن اهم 3000 مره، اهم ما اقول لك الفكر بتاعك بتشتغل كويس ولا وحش ازاي، صح؟ فده حاجه في المستقبل شيء مهم جدا. الفاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس، فايه هي العوامل المؤثره على سبرماتوجينيسيس؟ في نيرفس فاكتور، هرمونال فاكتور، دايت، تمبريتشر، الراديشن، هايبوكسيا اند توكسينز، واهمهم على الاطلاق الرول اوف سيرتولي سيل ان سبرماتوجينيسيس. فاحنا عايزين نتكلم دلوقتي ايه هي العوامل المطلوبه في السبرماتوجينيسيس. اهم شيء فيهم على الاطلاق في النظري وفي الشفوي اللي هو الرول اوف سيرتولي سيل في الام سي كيو، الرول اوف سيرتولي سيل ان سبرماتوجينيسيس. الحاجات الباقيه دي هتقسم لها يعني كلام ايه؟ معلومات عامه والناس كلها عارفاها وما فيهاش يعني. فاول حاجه اللي هو النيرفس فاكتور او الرول اوف سنترال نيرفس سيستم. شفتوا فيلم النوم في العسل؟ شفتوا؟ بتاع الاستاذ الفنان عادل امام. انتوا بالنسبه لكم بتاع الفنانه شيرين سيف النصر و ودلال عبد العزيز.
اصل ما بيفتكروش اي بطل ذكر خالص، يعني هو بالنسبه له الفيلم ده عباره عن ايه؟ الحته بتاع ده، الحته بتاع شيرين هو كده. ففاكرين قصه الفيلم ده ايه؟ عباره عن ايه؟ الفيلم ده كان بيحكي قصه حقيقيه مش خياليه، يعني ان الانسان لما بيبقى غصبان او زهقان او عنده هموم او مضغوط او عنده ستريس او فقير او حامل هم الدنيا، السبرماتوجينيسيس والجونادا الفانكشن عنده بتقل. هو بيحكي القصه دي، ان لما الواحد يبقى قرفان او زهقان او متضايق او الجونادا الفانكشن عنده بيحصل لها انهبيشن. فاكر حل المشكله ازاي في اخر الفيلم؟ راحوا ايه؟ ايوه لا صح، ولا راحوا فين؟ طلعوا في الصحراء عشان ينسى الدنيا والعيشه واللي عايشينها والفلوس والعيال والحكومه والمصاريف وينسى الكلام ده كله، دماغه تبقى فاضيه من الحاجات دي، لقوا الجونادا الفانكشن بتزيد. فدي حقيقه فعلا، ما هياش يعني تهريج او حاجه اوفر في الفيلم، او ان الانسان لما بيبقى عنده زنقه او مضطرب او مضغوط او عنده ستريس او عنده سايكيك ستيمولاي عامله له اكتئاب، عامله له انهبيشن، عامله له ديبريشن، الجونادا الفانكشن عنده بتقل. لما بيبقى رايق ومزاجه حلو وما عندوش مشاكل وسعيد في الحياه ومتفائل ومقبل على الحياه، الجونادا الفانكشن عنده بتزيد. لما بنقول الكلام ده بشكل علمي بنقوله ازاي؟ بنقول ان الجونات بتشتغل تحت امر البيتيوتري. الجونات بتشتغل تحت امر البيتيوتري جونادوتروفينز اللي هم الاف اس اتش والال اتش. البيتيوتري جونادوتروفينز بتشتغل تحت امر مين؟ الهايبوثلاميك ريليزنج فاكتور. من العوامل اللي بتطلع الهايبوثلاميك ريليزنج فاكتور كيميكال ترانسميترز اللي هم الدوبامين والنور ادرينالين. الدوبامين والنور ادرينالين. فلما الدوبامين والنور ادرينالين بيزيدوا بيزودوا الريليزنج فاكتور. تقوم تزود الجونادوتروفين تقوم تخلي الجونادال فانكشن تبقى اكتر. الدوبامين والنور ادرينالين خاصة الدوبامين بيسموه النيورو ترانسميتر او الكيميكال ترانسميتر اوف جود مود. يعني بتاع المود الكويس. ده بتاع الروقان والانتقاء والانبساط والانشكاح. فكل ما الواحد يبقى مبسوط او سعيد او متفائل او مقبل على الدنيا او في ظروف حواليه عامله له سعاده، ده معناه ان في دوبامين في مخه اكتر، وبالتالي ريليزنج فاكتورز اكتر، وبالتالي جونادوتروفينز اكتر، وبالتالي تستيكولار فانكشن احسن. كل ما الواحد يبقى عنده ديبريشن اكتئاب او ستريس مضغوط او كومبريشن سايكيك كومبريشن او فيزيكال كومبريشن او اي نوع من انواع الكومبريشن، الدوبامين في دماغه بيقل، وبالتالي الريليزنج فاكتور بتقل، وبالتالي الجونادوتروفين بتقل، وبالتالي الجونادال فانكشن بتقل. ماشي؟ فدي اللي هي اول حاجه اللي هي النيرفس فاكتور. الكي وورد اللي انا عايزها الدوبامين والنور ادرينالين. ايه تاثيرهم على الريليزنج فاكتور؟ تاثيرهم بيجي ازاي؟ ايجابا او سلبا. لو انا في جود مود بيزوده، لو انا في ديبريشن او كومبريشن بيحصل فيهم ديكريز. فدي اول حاجه اللي هي النيرفس فاكتور، ودي الفكره اللي بيعملوا عشانها شهر عسل. يعني بيقول لك بقى سيبك من الشغل وسيبك من الدنيا وسيبك من قرايبك وسيبك من القرف وسيبك من جيرانك وسيبك من الحاجات دي كلها، واطلع في حته زي الصحراء كده يا دكتور، انت ومراتك بس، وما فيش حاجه ولا تفكر ولا تتصل بحد ولا تعرف حد. ليه؟ عشان هنا يبقى هوا، يبقى ما فيش حاجه، تبقى دماغك رايقه، يوم الدوبامين يزيد، يوم الجونادال فانكشن عندك تزيد. ماشي؟ بعد كده الهرمونات المطلوبه في السبرماتوجينيسيس. ايه هي الهرمونات المطلوبه في السبرماتوجينيسيس؟ هو السبرماتوجينيسيس دي بتحصل فين؟ في التستس، اللي هي التستس دي عباره عن ايه؟ جونات. فاللي بيشغل الجونات ايه؟ البيتيوتري جونادوتروفينز. فعشان كده الهرمونات المطلوبه في السبرماتوجينيسيس البيتيوتري جونادوتروفين الاف اس اتش والال اتش. السبرماتوجينيسيس بتحصل في 6 اورجان، فبالتالي بتتاثر بال 6 هرمونز اللي هما التستوستيرون والاستروجين. السبرماتوجينيسيس بتحصل في الجسم، يبقى تتاثر بالسيستميك هرمونز بتاعت الجسم اللي هما اهم حاجه الجروث هرمون والثيروكسين. فدي الهرمونات الاسينشال فور سبرماتوجينيسيس اللي هي البيتيوتري جونادوتروفين الاف اس اتش والال اتش، السكس هرمونز الميل والفيميل، السيستميك هرمونز اللي بتعمل جروث الجروث هرمون والثيروكسين.
كلمتين على كل واحدة، البيتيوتري جونادوتروفين اللي بحرف الاس ده الاف اس اتش، ده مهم في الفانكشن اوف سيمي نفراستيبيول، يعني سبرماتوجونيا وسيرتولي سيلز. ال اتش اللي بحرف ال ده مهم في الفانكشن اوف انترستيشال سيل اوف ليدج. فاحنا قلنا التستس فيها سيمي نفراستيبيول دي اللي بتعمل سبرماتوجينيسيس و اندوكراينال سيلز اللي هي الانترستيشال سيل اوف ليدج. مين اللي بيشغل الاس اللي بحرف الاس؟ مين اللي بيشغل ال اللي بحرف ال؟ عشان كده احنا في الميل بنتكسف نسمي ال اتش ال اتش وبنسميه انترستيشال سيل ستيميوليتنج هرمون. هو برضه طالع من البيتيوتري ونفس الاستراكشر ونفس الريسبتور وكل حاجه، بس في الميل مفيش كوربس ليوتيال، فعشان كده بنتكسف نسميه ليوتينايزنج هرمون، فبيسموه اي سي اس اتش بدل ما يسموه ال اتش. هو نفس الشيء اللي في الفيميل اسمه ال اتش، ماشي؟ فدول اول حاجتين اللي هم الجونادوتروفين. طب تاني حاجه اللي هي السكس هرمونز، التستوستيرون والاستروجين. التستوستيرون ده بتاع الميل، الاستروجين بتاع الفيميل. فخلي بالي ان الميل بيهتم دائما بالموضوع الجذري، يعني لو بتكلم واحد فلما تتكلم كده يبقى هات من الاخر ايه المفيد. البنات بيحبوا بقى ايه ما حوالين القصه وما حوالين حوالين القصه، يعني تلاقي بتحكي قصه عن واحده صاحبتها، مش تقول لها صاحبتها تسيب الموضوع بقى خالص، صاحبتها دي مش اللي كانت مش دي اللي هي بنت عمها كانت بتسأل، تلاقيهم وصلوا في الاخر لطرف مش ثالث، طرف 40 في القصه. فما تنساش الميل بيهتم بالتغيير الجذري، الميل سكس هرمون ده اللي بيعمل التغيير الجذري، ده بتاع الميوزز. الفيميل سكس هرمون دي بتاعت المورفولوجيكال تشينج، يعني في السبرماتوجينيسيس التستوستيرون اسينشال فور ميوزز، من غير تستوستيرون مفيش ميوزز، يعني مفيش سبرماتوجينيسيس. اصل ميوزز دي معناها 46 يبقوا 23، لو ما حصلش الكلام ده يبقى مفيش جيرم سيل. اللي بيساعد في السبرميشن او السبرميوجينيسيس هو الاستروجين، ماشي؟ بالاضافه لان التستوستيرون له اهميات ثانيه، يعني اللي محافظ على السيمي نفراستيبيول ومحافظ على التستس ومحافظ على السكندري سكس اورجان كلها التستوستيرون. التستوستيرون بيبدا يشتغل حتى قبل الولاده، اللي عمل بالسند للتستس من اساسه وديفلوبمنت ليها من اساسه التستوستيرون. فاحنا بناخد النقطه المهمه الكريتيكال اليونيك لي اللي هو كومبليت مايوزز، ان هو بيكمل مايوزز. بالنسبه للاستروجين برضه ستيمولتنج فاكتور في السوماتوجينيسيس، اهم حاجه بيعملها المورفولوجيكال تشينج او السبرميو جينيسيس. هو انا كميل عندي استروجين؟ عندي وعندي برولاكتين وعندي اوكسيتوسين صح؟ بس الاستروجين هناخده المره الجايه في الميل قد كده، التستوستيرون مش الاف بقى، ملايين المرات قد الاستروجين. فكميل بيبقى عنده اوكسيتوسين وبيبقى عنده برولاكتين وبيبقى عنده استروجين. طول ما هو في نورمال ليفل، في لو ليفل بيعمل شغل كويس، المشكله بتاعته لو زاد، هنقولها المره الجايه ان شاء الله. اخر حاجه اللي هو الجروث هرمون والثيروكسين مهمين في السبرماتوجينيسيس. ايه الدليل على كده؟ ان لما خدنا في الاندوكراين الكريتينيزم، فاكره؟ اللي هو الديفيشنسي اوف ثيروكسين انترا يوتراين او في الايرلي لايف بيعمل عيل امبوتنت انكونتيننت انفرتايل اللي هو الكريتين، ماشي؟ الجروث هرمون لو دوارفيزم سيفير دوارفيزم ممكن يعمل هايبو جوناديزم، سيفير جروث هرمون ديفيشنسي. خلاص؟ ده ما يمنعش يا دكتوره ان الانسولين مهم في السوماتوجينيسيس والكورتيزول مهم في السوماتوجينيسيس والالدوستيرون مهم في السوماتوجينيسيس، بس الدكاتره شافوا ناس عندهم خلل في السبرماتوجينيسيس عشان اف اس اتش ديفيشنسي او ال اتش ديفيشنسي او تستوستيرون ديفيشنسي او استروجين اكسس او جروث هرمون ديفيشنسي او ثيروكسين ديفيشنسي، لكن ما شافوش خالص واحد عنده خلل في السبرماتوجينيسيس سببه ديفيشنسي اوف كورتيزول، ولا خلل في السبرماتوجينيسيس سببه ديفيشنسي في الجلوكاجون او ديفيشنسي في الالدوستيرون. فاحنا بنقول الحاجات الاهم الاسينشال، وان كان الحاجات الثانيه مهمه بس الرول بتاعها اقل شويه. فدي اللي هي الهرمونات المطلوبه في السبرماتوجينيسيس. بعد كده الاكل، ايه الاكل المطلوب في السبرماتوجينيسيس؟ البروتين على راس القائمه، اثنين فيتامين فات سولوبل اللي هم اي واي، اثنين فيتامين ووتر سولوبل اللي هم سي وبي. فايه اهميه البروتين في السبرماتوجينيسيس؟ هو السبرم اللي بيطلع ده في الاخر حشو ايه من جوه؟
عشان الخلايا تنقسم وتكتر والسبرم الاسبرماتوجونيا زي ما هنشوف المره الجايه تعمل لك 120 مليون سبرم في الملي بتاع الايجاكيوليشن. 120 مليون سبرم في 1 ملي من الايجاكيوليشن. هيجيب البروتين ده منين؟ الحاجه الثانيه في البروتين ان البيتيوتري جوناتوتروفين اللي هم بيشغلوا الجونات الاستراكشر بتاعهم عباره عن ايه؟ بروتين او بوليبيبتايد النيتشر. فالبروتين مهم عشان حشو السبرم نفسه، عشان السيل ديفيجن، مهم في السكريشن اوف بيتيوتري جوناتوتروفينز. عشان كده لو في كومبليت بروتين ستارفيشن بيبقى في ارست في السبرماتوجينيسيس. اللي ما بياكلوش لحوم نهائيا بيبقى عندهم خلل في السبرماتوجينيسيس. الفيتامينات المهمه في السبرماتوجينيسيس في الفات سولوبل الفيتامين اي والفيتامين اي. هتاخد ان شاء الله ان الفيتامين اي والفيتامين اي مهمين لاي ايبيثيليوم عشان يبقى كويس. اي ايبيثيليوم في الجسم، احنا خدنا الكلام ده في الاندوكراين، خدناه والله. واحنا بنقول في الميكسيديما كانوا بيقولوا الميكسيديما كده عندها دراي سكين ونص خير ومش عارف ايه، عشان التنسيش كويس لا، عشان الفيتامين اي ديفيشنسي. فدي كانت من علامات الفيتامين اي ديفيشنسي اللي نتيجتها نقص التايبوكسين. فالفيتامين اي مهم في اي ايبيثيليوم عشان يشتغل كويس، زي ما خدنا مثلا في الميكسيديما. هناخد قدام ان شاء الله ان القرنيه بتاعت العين لو ما فيش فيتامين اي هيحصل فيها كريستاليزيشن وما عادش اشوف. فيتامين اي نفس الحكايه بس له ميزه مخصوصه ان هو مهم للجيرم ايبيثيليوم بلس ان هو انتي اوكسيدنت. عارفين يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ يعني الفري راديكالز اللي بتطلع في الجسم اللي هي الحاجات الزباله اللي بيسموها فري راديكال او الاسم الحديث بتاعها الار او اس الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هي الـ OH- او الـ H2O2 او الـ O3. الحاجات دي الفري راديكالز لو طلعت في اي حته بتبوظ. مين اللي بيمنع الشغل بتاعها؟ الريديوسنج سيستم او الانتي اوكسيدنت، الجلوتاثيون، الناس مش عارف ايه. من الانتي اوكسيدنت الفيتامين اي والفيتامين سي حاجه اقل شويه، بس الفيتامين اي اقوى منه، ماشي؟ فالفيتامين اي اسينشال في الفانكشن بتاعت الجيرم سيلز بلس ان هو انتي اوكسيدنت، فبيخلي الزباله اللي في التستس وفي البيئه اللي حوالين السبرمات تبقى قليله، فبيخلي السبرماتوجينيسيس يبقى افضل. لقوا في الحيوانات لما بيحصل فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل ايرفيرزابل ستيريليتي. يعني الحيوان بيبقى عقيم بلا رجعه، السيمينيفرال سيبيو بتبوظ خالص. في البني ادمين بياثر على السبرماتوجينيسيس بس بدرجه اقل، يعني مش بتوصل لدرجه ستيريليتي. بعد كده فيتامين سي وفيتامين بي مهمين ككو فاكتور او كو انزيم عشان اي ميتابوليك بروسيس تشتغل. يعني اي ميتابوليزم اي حاجه كده ممكن تتزنق يقول لك الكو فاكتور بتاعها ايه؟ بي كومبلكس. فمهمين عشان يحصل ميتابوليزم في اي حته في الجسم بما فيها التستس. الفيتامين سي خاصه سبيشالي مخصوص عشان يحول الكوليسترول الى تستوستيرون. يعني عشان اكون استيرويد من الكوليسترول لازم فيتامين سي يبقى موجود. خدتوا الكلام ده؟ خدتوه؟ وانت بتاخد في الادرينال كورتكس في الاول خالص قال لك الادرينال كورتكس دي مش عارف ايه وفيها ايه وفيها فيتامين سي كتير. ليه فيتامين سي كتير في الادرينال كورتكس؟ ليه فيتامين سي كتير؟ لان فيتامين سي مهم عشان احول نسبة الكوليسترول الى استيرويد. ففيتامين سي مهم عشان اصنع التستوستيرون من الكوليسترول والميتابوليك بروسيس. فيتامين دي مهم عشان كو فاكتور او كو انزيم للميتابوليك بروسيس. وده كلام الناس في الشارع عارفاه. اللي هو البروتين ده. في اخر شهر من الخطوبه او شهر ونص من الخطوبه، لان عمليه السبرماتوجينيسيس الستيجز بتاعتها بتاخد من 64 ل 74 يوم. فالسبرم اللي انت بتطلعه في الاجاكيوليشن مش بيبقى متصنع ساعتها، ده ممكن يكون متخزن بقاله شهر او شهر ونص في الجينيتال سيستم. فلما تاكل كويس تاثير ده هيبان على السبرمات بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين او ثلاثه او شهر. فحماتك بتيجي في اخر شهر مش من اول الخطوبه. ما هو من اول الخطوبه بنحرق على الفاضي. في اخر شهر في الخطوبه مالوش لازمه يعني هتاكل الاكل وعلى الفاضي يعني. فبتيجي في اخر شهر في الخطوبه يا دكتور تلاقيها يا اما كل يوم يا يوم ويوم تعزمك. العزومه عباره عن ايه؟ حمام، بط، لحوم، سمك، جمبري. تيجي تمد ايدك مثلا على الرز، يا حبيبي بلاش رز. تيجي نفسك فكاك على حته مكرونه، لا سيبك من المكرونه. ما بيقولوش صراحه يعني
عايز تغمس بالعيش؟ لا مش ضروري من لحمه كتير يعني. ما عايزين يعني ايه متعشمين ان شاء الله انه فيتامين اي ده يا جماعه عارفين موجود فين في الاكل؟ عارفين يا بنات الحاجه اللي اسمها الصنوبر او الصنيبر؟ عارفينه؟ بيعملوا بيه الرز بخلطه؟ هو الرجال عشان مش عارفه دي حاجات حرام، حرام ليه؟ لان الكيلو فيها بيتراوح ثمنه بين 160 جنيه ل 250 جنيه، فعمرك ما هتشوفها ولا هتسمع عنها غير عند حماتك. حاجة زي المكسرات كده بيحطوها على وش الرز المخلطة. حاجة غالية موت، ليه غالية موت؟ لأن فيها فيتامين دي كتير. اللي مش عارفين الصنوبر يا عيني، عارفين الكاجو؟ برضه البنات عارفينه. للناس اللي زينا كده الكاجو ده حاجة عاملة زي السوداني أو زي مكسرات زي الدب. بس في مكسرات رديئة اللي هي الدب والسوداني، في مكسرات ليه؟ اللي هي الفستق والكاجو، ليه؟ لأن فيها فيتامين إي كتير، الحاجة اللي لما تدوس عليها تطلع زيت اللي هي زي زيت كبد الكاجو الكلام ده بيبقى فيها فيتامين إي كتير عشان كده غالية. ماشي؟ أعقدكم أكتر. عارفين الكافيار؟ يعني هو ده اللي عارف. هو لا البنات بيقولوا على كل حاجة أه قال لك يعني محمد صالح. طب بياكلوا إزاي؟ مين اللي قال أه؟ فالحاجات دي عموما بتبقى غاليه قوي. ليه؟ لانها فيها فات سولوبل فيتامين كتيره قوي، خاصه فيتامين اي. ماشي؟ عشان احنا بقى يا عم بس ما تجيش تتحجج وتقول لا ده غالي، ده الكاجو الكيلو ب 160 جنيه، ده الكافيار ده مش عارف ايه. عارف الجرجير؟ الجرجير برضه من الحاجات اللي بيقولوا انها للصحه التناسليه بتاعت الذكر كويسه. ليه؟ عشان فيها هاي كونسنتريشن اوف فيتامين اي، هو قليل قوي مقارنه بالصنوبر والكافيار والحاجات دي، بس حاجه تسلم. فمن ضمن مثلا بيقولوا افلاطون كان قال، افلاطون كان قال لو علمت المراه فوائد الجرجير. لزرعته لزوجها تحت السرير. يعني الجرجير مفيد قوي في الحاجات دي، ايه الحكمه انه مفيد؟ عشان فيه فيتامين اي كتير. ماشي؟ بعد كده بعد كده التمبريتشر. الاوبتيمم تمبريتشر في السبرماتوجينيسيس كام؟ 32 33 درجه. ايه اللي محافظ على التستيجولار تمبريتشر فلو تمبريتشر اللي هي الحاجه اللي قلناها اوت سايد ذا كافيتي مفيش سبكوتينيوس فات؟ الكونتراكشن بتاع المسل والكاونتر كارنت هيت اكستشينجر. لو زادت التستيكولار تمبريتشر دي حاجات بتنقص السبرماتوجينيسيس. زي ايه مثال يزود التستيكولار تمبريتشر اللي لسه قايلينه؟ الكريبتوركايديزم، التستس زنها ابدومينال. طب حاجه ثانيه ممكن تزود التستيكولار تمبريتشر؟ الفريكوانت هوت باثز. بس مش فريكوانت هوت باثز يعني باخد شاور، لا، اللي هم بيعملوا حمامات الساونا او الجاكوزي. عارفين الساونا والجاكوزي؟ يعني واحد بيقعد في ميه سخنه لمده نص ساعه او ساعه الا ربع، او بيقعد في حمام بخار لمده نص ساعه او ساعه الا ربع. ايه؟ انه بيزود التمبريتشر، ان انت في حته مقفوله وتمبريتشر كتيره، فبيخلي التستيبر تمبريتشر ربنا عاملها اكسترا ابدومينال بره في الشارع عشان تبقى درجه حرارتها قليله. لا انا حاطط بقى في درجه حراره 37، انا حاطط جسمي كله في درجه حراره 40 40 او 44 او 45. ماشي؟ فزيادة التمبريتشر دي لو لفترة طويلة ممكن تعمل ديكريس في السبرماتوجينيسيس، ممكن تأثر على السيمي فاستيبيول. مش الدش، مش انك تقعد تحت الدش وتاخد شاور، لأن أنت هتاخد شاور يعني 5 دقايق 10 دقايق شيء مش هيأثر. هتبقى ما أنتش مقفول درجة الحرارة، مش انسيوليتد. خلاص؟ حاجة تانية إن ربنا عامل التستس ما فيهاش سبكوتينيوس فات عشان ما فيش حاجة تعزل الحرارة جواها. في ناس اللي بيلعبوا الرياضات العنيفة، اللي بيلعبوا رياضات عنيفة قوي
بيركبوا حاجه اسمها انسيوليتد اثليتيك سبورترز، يعني حاجه عامله زي كده. افرض ده الابدومين ودي التستس، فعشان لما يتخبط في التستس ما يقعش من طوله بيركبوا له حاجه زي الفايبر كده او زي بلاستيك عشان تحمله التستس. اللي هم بيلعبوا جودو مثلا، بيلعبوا تايكوندو، بيلعبوا بوكس، بيلعبوا رياضات عنيفه فيها خبط وغزل، فبيركب له حاجه على التستس كده للوقايه او للحمايه، لانه لو اتخبط فيها ممكن يحصل له لوس كونشسنس، فبيسموها سبورتر. يعني بالعربي يقولوا عليها رفع خصيه او حاجه، ما اعرفش اسمها بالعربي، بيسموها رفع الخصيه. الانسوليتد اثليتيك سبورتر دي اللي بيلعب رياضه مثلا قاعد لابسها يجي نص ساعه في التمرين او ساعه ربع في التمرين، وبعدين لعب ماتش نص ساعه او ربع ساعه، فقاعد عايز الكلام ده ساعه او ساعه ونص هاي ستيبلر تمبريتشر. طبعا انت بالنسبه لك الساونا دي خيالات، بتقول لي الساونا دي حاجه قله ادب ولا حرام ولا، يعني بالنسبه لك الجاكوزي والسبورتر دي حاجه عمرك ما تتخيلها. عارفين البناطيل الجينز؟ الجينز ده مش كلام هزار، ده كلام بجد. يعني بيقولوا مثلا الخصوبه في الاجيال دي اقل ليه من الاجيال اللي قبل كده، يعني جيل جدي وجدك عمره ما كان واحد فيهم ما بيخلفش، رير قوي واحد يعني في القلب. ليه؟ لانهم كانوا بيلبسوا جلاليب، فكانت الدنيا عندهم هواء براح يعني. لكن دلوقتي البناطيل الجينز مش القماش، البناطيل الجينز تحديدا بتنقص السبيرم كاونت لانها بتعمل هيت انسيوليشن، حاجه شبيهه بيها اللي هي دوره الخصيه الفاريكوسيل، ان يبقى في اوعيه دمويه او كتيره في الخصيه فتمبريتشر زياده شويه، ماشي؟ فده فعلا بيقولوا العرب اللي هم الجزيره العربيه السعوديه والكويت والحاجات دي عندهم خصوبه اكتر مني واكتر من اوروبا. ليه؟ في طبيعه لبسهم. الاجيال القديمه كان عندها خصوبه اكتر من الاجيال الحديثه، ليه؟ عشان طبيعه اللبس. بالاضافه برضو في الجزيره العربيه بياكلوا لحمه كل يوم، والله كل يوم يا دكتور، كل يوم مش مصدقني، يوميا. ايه؟ اخر موضوعين في السبرماتوجينيسيس اللي هو الموبايل والسجاير والمخدرات. فالإيرادييشن بينقص السبرماتوجينيسيس. ليه؟ لان الخليه بتاعت السيمي ريبرستيبيول هايلي اكتف ديفايدنج سيل اللي هي الجيرم سيل او السبرماتوجونيا. الإيرادييشن او الاشعاع ياثر على ايه في الجسم اكتر حاجه؟ على الخليه اللي بتنقسم على طول. فلو واحد بيتعالج بالاشعاع ايه اول حاجه ممكن تبوظ عنده؟ البون مارو، بعديها الليفر، بعدين التستس. لو انا بدي اشعاع لواحد او واحد متعرض لدوز كبيره من الاشعاع، اللي بيبوظ عنده الخلايا اللي شغاله في الجسم على طول، الريزيشن بيهبطها. عشان كده اللي بيتعالجوا بالاشعاع ممكن يحصل لهم خلل في الثلاث حتت دول، البون مارو يحصل له انيميا، الليفر ويحصل له ليفر دامج، السبرمات ويحصل له ديكريس في السبرماتو جينيسيس. وان كان الجرعات القليله من الايراديشن تاثر على الحساس اكثر في التستس اللي هو سيمينفرستيبيول، بس ممكن ما تاثرش على الانترستيشن سيل اوف ليفر. نفس الكلام بتاع التمبريتشر، مش احنا لسه قايلين كده كجزء ممكن توقف او سيمينفرستيبيول بس بارشيال امبيرمنت اوف اندوكراينال فانكشن. ليه؟ لان الاندوكراينال سيلز اللي هي الانترستيشن سيل اوف ليفر ما هياش منقسمه او ما هياش اكتفلي ديفايدنج، فممكن تقاوم الحراره، ممكن تقاوم الايراديشن. احنا استفدنا ايه من كده كدكاتره؟ لو في سرطان الاساس بتاعه سيمينفرستيبيول ممكن يتعالج بالاشعاع، لو في سرطان الاساس بتاعه انترستيشن سيل اوف ليدج العيان هيموت من الاشعاع قبل ما تعالج السرطان ده. فممكن سيرتن دوزز اوف ايراديشن، سيرتن دوزز يعني ايه؟ جرعات قليله تاثر على السيمينفرستيبيول بس ما تاثرش على الانترستيشن سيل اوف ليدج. عشان كده الناس بتنصح دايما لما تشيل الموبايل ما تشيلوش في جيبك ده، ولا تشيله في جيبك ده، شيله في جيبك ده لسه. خش اتعب القلب يا عم، القلب يتحرق يا عم. عادي يعني، عادي. هو لو واحد عنده يعني قلبه تعبان هيعيبه؟ هيعيبه يعني. ايه الاهم؟ بعد كده لو في هايبوكس ناقص في البلاد سبلاي للتستس او اي نوع من انواع التوكسين، سواء كانت بكتيريال توكسين، سواء كانت كيميكال توكسين، سواء كانت فيزيكال توكسين، الحاجات دي كلها بتنقص السبرم كاونت.
هتقول ما ربنا عالم بلاد تيستس باليا، ما اشرب توكسين بمزاجي واشرب مخدرات بمزاجي واشرب سجاير بمزاجي ودي مش هتعدي. البلاد تيستس بارير زي البلاد برين بارير سيلكتيف، ماشي. الحاجه الثانيه لو في هاي دوز، الهاي دوز ممكن تعدي وتبوظ التيستس، ماشي. فعشان كده السجاير بتنقص السبرماتوجينيسيس، المخدرات بتنقص السبرماتوجينيسيس. اوعى تشرب سجاير وقت تشرب مخدرات عشان الحاجات دي بتنقص السبرماتوجينيسيس. وانا عارف انت نفسك تقول ايه. بيقول لي طب انت اشمعنى بتشرب سجاير؟ صح؟ انا بشرب سجاير عشان بحاول ارجع للنورمال، يعني انا فانا بحاول ارجع للنورمال. فزمان كنت بشيل الموبايل بجراب هنا لما حسيت ان انا وصلت للرتبة الطبيعي اللي انا بحسها، وقلت اكملها سجاير بقى عشان اوصل الربع ده للنورمال. اخر موضوع في السبرماتوجينيسيس يعتبر زي موضوع مراجعه كده، اللي هو الفاكتورز افكت، سوري، الرول اوف سيرتوليسيل في السبرماتوجينيسيس. موضوع مهم جدا 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 في النظري تقريبا، يعني كل سنه بيجي في الامتحان. في الشفوي تقريبا اي حد بيخش يمتحن شفوي بيسالوه ايه هو الرول اوف سيرتوليسيل. في الام سي كيو حاجه مهمه جدا، بس لما تيجي تقرا فيه هتحس ان احنا بنراجع الكلام اللي احنا قلناه كله، كل اللي فات ده كله هنراجعه فيه الرول اوف سيرتوليسيل ان سبرماتوجينيسيس. فعشان ما ننساهوش، السيرتوليسيل اللي هي بحرف الاس دي، اللي هي الرسمه اللي كنا رسمناها في الحته دي، دي بتعمل سبيشال انفايرمنت سكريت فلويد فور نيوتريشن، دي بتعمل الشيبنج اللي هو اسمه سبرميوجينيسيس، سكريت هرمونز اند انزايم، وبتعمل سيباريشن اللي هو اسمه بلاد تيستس بارير. فايه هو الرول اوف سيرتوليسيل ان سبرماتوجينيسيس؟ انها بالعربي كده بالبسيط الخده مين او النيرسنج سيلز بتاعت السيمينيفر سيليول، انها بتخلي البيئه مناسبه للسبرماتوجينيسيس، السفلويد مناسب للسبرماتوجينيسيس، بتساعد في تشكيل الشيب بتاع السبرم، انها تغير من سبرماتيد الى ماتيور سبرماتوزوا. فعشان ما ننساهمش الحاجات اللي بحرف الاس دي كلها، بتعمل سبيشال انفايرمنت يعني تخلي البي اتش والاوزمولاريتي والايونيك كومبوزيشن بتاع السيمينيفراستيبيول التيوبرال فلويد ملائم للسبرماتوجينيسيس. سكريت فلويد عشان تعمل نيوتريشن للسبرمات، اصل اول ما السبرماتوجونيا تنفصل من الجيرم ايبيثيليوم ما عادش لها بلاد سبلاي، وهي لسه اسمها سبرماتوجونيا ولازقه في الايبيثيليوم بتاخد دم من تحتها. بعد ما بقت في الهواء كده تيبيول هتتغذى منين؟ وقدامها لسه ان شاء الله شهر او شهر ونص، هتتغذى منين؟ من الفلويد اللي من السيرتوليسيل. بتعمل شيبنج اللي هو اسمه سبرميويشن او سبرميوجينيسيس، اللي هي خدناها قبل كده، ريموفال اوف سيتوبلازم كوندنسيشن اوف نيوكليس في الهيد، ريميننج سيل ممبرين وسيتوبلازم تعمل تيل. مين اللي بيعمل الشغلانه دي؟ لما السبرماتيد يجي يلزق في السيرتوليسيل تروح مشفطاه ومظبطاه ومطلعاه بالشكل ده. اخر حاجه اللي هي اسمها سبرميشن، يعني سكريت سم انزيمز اند هرمون وسيباريشن. فانت ممكن تزود كده زياده ان السيرتوليسيل لها رول انها بتعمل البلاد تيستس بارير عشان تعمل سيباريشن بين التوكسين اللي موجوده في الدم او الانتيجين اللي موجوده في التيستس. فانت ممكن تزود انها بتشارك في الفورميشن بلاد تيستس بارير عشان تعمل حمايه للتيستس وبريفنت الانتيجين والانتي بوديز فورميشن. الحاجه الجديده اللي هي سكريت سام هرمون اند انزيم اسينشال فور سبرماتوجينيسيس، اللي هي ايه الهرمونات او الانزيمات اللي بتفرزها السيرتوليسيل؟ الاندروجين بايندينج بروتين، الفايل الفا ريدكتيز انزيم، الاستروجين، الانهيبين، الموليريان انهيبيتوري فاكتور، وشوية حاجات تانية. فدي افرازات او هرمونات او انزيمات بتطلع من السيرتوليسيل بتخدم عملية السبرماتوجينيسيس. في ايه؟ اول حاجة اللي هو اسمه الاندروجين بايندينج بروتين، يعني هو بيقول لك انا بعمل ايه؟ بروتين بيمسك في الاندروجين. فعشان نبقى متخيلينها شوية، هو التستوستيرون بيطلع منين؟ من الانترستيشال سيل اوف ليدج. افرض رسم تخيلي اللي هو ده، المفروض ان هو اندوكراينال سكريشن. يعني ايه اندوكراينال سكريشن؟
يعني يروح للدم ويعمل سيستميك اكشن. انا اكتر حته محتاج فيها التستوستيرون يشتغل فين؟ في التستس، بناقص الشنب وبناقص الدقن وبناقص الصوت التخين وبناقص الصلع بتاعه السبعه بتاعه الرجاله دي. اهم حاجه حته يشتغل فيها التستوستيرون فين؟ في التستس، عشان يعمل السبرماتوجينيسيس. فايه اللي يضمن ان التستوستيرون يبقى فيه هاي ليفل منه في التستس؟ ما هو المفروض يا دكتور ان هو اندوكراين، يعني بيروح للدم ويعمل سيستميك. ايه اللي يضمن ان انا اضمن تركيز عالي من التستوستيرون في التستس؟ ان السيرتولي سيل بتطلع الاندروجين بايندنج بروتين اللي هو اسمه بالعربي المغناطيس. المغناطيس يا ست، انا ما بعرفش اقول مغناطيس فلازم اقول مغناطيس. بالعربي اسمه المغناطيس، اللي هو بيضمن ان التستوستيرون اللي اتفرز من هنا يمسك ويدنه هاي كونسنتريشن اوف اندروجين ان تيوبولار فلويد. يعني ايه ان تيوبولار فلويد؟ ان تستس، ماشي؟ فيعني عشان نبقى متخيلينها بشكل بسيط، ان كان مش صح قوي، التستوستيرون اللي بيتفرز عندي 90% من شغله بيبقى هنا و10% من شغله بيبقى هنا. ليه اشمعنى؟ عشان خاطر الاندروجين بايندنج بروتين اللي هو بيمسكه ويخلي فيه هاي كونسنتريشن اوف تستوستيرون ان تستس، ماشي؟ الحاجة التانية اللي بيطلعها السيرتولي سيل اللي هي اسمها الفايف الفا ريدكتيز، هنتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله، بس عشان ما تتفاجئش بيها المرة الجاية. بيحول التستوستيرون لهرمون تاني اسمه داي هيدرو تستوستيرون أقوى من التستوستيرون. يبقى السيرتولي سيل نفعتني في إيه؟ خليت لي التستوستيرون ككم كمية كتير في التستس، وكنوعية بوتنسي أقوى في التستس، يعني زودت كمية التستوستيرون وكفاءة التستوستيرون. فمعلش أنت زود النقطة دي لأنها موجودة بعد كده، فعشان ما نجيش بعد كده نقول الله هي جت منين، ما احنا ما قلناش هناك. خلاص؟ بعد كده بيطلع الاستروجين 30% من الميل استروجين بيجي من السيرتولي سيل أو تستيكولار أوريجين. الاستروجين مهم في إيه؟ في السبرماتوجينيسيس، في السبرميوجينيسيس أو التغيير في الشكل. بيطلع هرمون اسمه الانهيبين عشان يعمل نيجاتيف فيدباك. فعشان ما تنساهمش زي الابتدائي كده، ا ا اي اي، يعني الاندروجين بايندنج بروتين والالفا ريدكتيز، دول حاجات مفيده في زياده التستوستيرون كما وكيفا. الاي والاي اللي هما الاستروجين والانهيبين ده مهم في السبرماتوجينيسيس، ده بيعمل نيجاتيف فيدباك. هنتكلم على الاثنين دول والداي هيدروتستوستيرون المره الجايه ان شاء الله. بعد كده حاجه اسمها الموليريان انهيبيتوري فاكتور في الحياه الجنينيه داخل الرحم، عشان يتحدد ان الميل هيطلع ميل، ايه اللي بيحدده؟ ايه اللي بيحدد ان المولود ده او الجنين ده هيطلع ذكر؟ الايه؟ الايه؟ قولي والله صحيح. الموليريان لا. السبرم اللي هو شايل المواد الوراثيه بيتحدد ازاي ان هو يطلع راجل ولا بنت؟ يا اما اكس اكس يا اما اكس واي. اللي بيفرق في الاكس اكس عن الاكس واي ايه؟ ان الواي دي بتطلع بروتين اسمه تستس انديوسنج بروتين، اللي هو البروتين اللي هيصنع التستس. فلما التستس تتكون بيبقى فيها سيرتولي سيل واندرستيشيال سيل اوف ليدج. السيرتولي سيل بتمنع الفيميل جينيتال سيستم انه يتكون، بعدين الانترستيشيال سيل اوف ليدج بتعمل ستيميوليشن للميل جينيتال سيستم ان هو يتكون. فانا عشان ما انساهاش بالبسيط كده بالعربي، عشان ابقى راجل لازم الاول مش اكون ست او ما اكونش ست. عشان تبقى راجل الديفولت بتاع الجنين ان هو ماشي في سكته كده هيبقى ايه؟ هيبقى في ميل. فعشان يبقى ميل على خطوتين، اول ما يبقاش في ميل بعدين يتحول الى او نمشي في سكه ان هو يبقى ميل، ماشي؟ فلما التستس بتتكون السيرتولي سيل بتطلع حاجه اسمها موليريان انهيبيتوري فاكتور، بيعمل انهيبيشن للموليريان داكت. ايه هي الموليريان داكت؟ اللي في الامبريولوجي ان شاء الله هتعمل بعد كده اليوترس والفاجينا والفالوبيان تيوب، ماشي؟ او اجزاء منها يعني. فلما بتطلع الموليريان انهيبيتوري فاكتور فبتعمل انهيبيشن للفيميل جينيتال سيستم. بعد كده الانترستيشال سيل اوف ليدج بتطلع تستوستيرون تعمل اندكشن اوف ميل سكس اورجانز، ماشي؟ فالموليريان انهيبيتوري فاكتور ده عباره عن ايه؟ ف
فاكتور بيتفرز انترايوتراين لسه في الفيتس عشان يمنع تكوين الجزء الخاص بالجهاز التناسلي بتاع الفيميل، عشان يمنع ان الميل يبقى عنده سكندري سكس اورجانز اوف فيميل. ماشي؟ فدي السكريشنز بتاعت السيرتولي سيل اللي هي الاندروجين بايندنج بروتين بيخلي كونسنتريشن عالي من التستوستيرون في التستس اللي هو اسمه المغناطيس. الفايف الفا ريدكتيز بيحول التستوستيرون الى مور بوتنت فورم. الاستروجين 30% من السورس اوف ميل استروجين بيجي من السيرتولي سيل. الانهيبين بيعمل نيجاتيف فيدباك. المولاريان انهيبيتوري فاكتور اللي هو بيعمل انهيبيشن للمولاريان داكت اللي هي المفروض في الامبريو بتطلع الفيميل جينيتال تراكت. خلاص؟ وشويه حاجات تانية يعني لو افتكرت حاجه اسمها الاكتيفين ماشي، ما افتكرتهاش مش هتفرق. لو افتكرت حاجه اسمها فول استاتين ماشي، ما افتكرتهاش مش هتفرق. لو افتكرت حاجه اسمها الترانسفيرين ماشي، ما افتكرتهاش مش هتفرق. السايتوكاينز ماشي، ما افتكرتهاش مش هتفرق. ليه؟ لان احنا مش عارفين وظيفتهم. فتلاقي خمس ست حاجات مكتوبه تحت كده متأمن فانكشن. فما تجيش في الهيكل وتتصدر بقى، يعني مش عشان الهيستولوجي جايب لنا الاكتيفين اول حاجه فانت في الشهوه يقول لك الاكتيفين اول حاجه، الراجل يقول لك لو ما جابش الاكتيفين او تقول الفول استاتين اول حاجه وسايب الكلام المهم ده كله. يوم طب ماشي بيعمل ايه الفول استاتين بقى؟ ماشي؟ ففي حاجات تانية with unknown function بتركيزات اقل وظيفة غير معروفة. اللي اتكلمنا فيه النهاردة المواضيع المهمة على الاطلاق، رقم واحد الرول اوف سيرتولي سيل ان سبرماتوجينيسيس، رقم اتنين الفاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس كلها عموما، رقم ثلاثة الستيبز اوف سبرماتوجينيسيس اللي هي البرايمري وسكندري بعدين سبرميشن او سبرميو جينيسيس. ماشي؟ الباقي يعني كله كلام ايه اقل شويه في الاهميه. ممكن نبص سريعا كده نشوف احنا قرينا ايه او قلنا ايه. ففي صفحه واحد اللي هو الميل ريبرودكتيف سيستم فمكتوب عندي الاستراكشر اوف ميل ريبرودكتيف سيستم. الهدف من الكلام ده ان انا ابقى عارف ايه البرايمري والسكندري سكس اورجان. فمكتوب عندك برايمري سكس اورجانز اللي هي التستس. التستس كومبوزد اوف رقم ايه سيمي نفرس تيبيول. ايه وظيفه السيمي نفرس تيبيول؟ سبرماتوجينيسيس وفيها سيرتولي سيل، ده اللي عايزينه من الهيصه دي كلها. بعد كده رقم بي انترستيشال سيل اوف ليدج. ايه وظيفه الانترستيشال سيل اوف ليدج؟ تستوستيرون او اندوكراينال فانكشن. خلاص؟ فاللي قلناه ده اللي هو البرايمري سيمي نفرس وانترستيشال سيل اوف ليدج. بعد كده الموضوع اللي فوق اللي اسمه البلاد تستس بارير، فعايزين نبقى عارفين فيه ان هو تايت جانكشن بتوين الادجستنت سيرتولي سيل والوظيفه بتاعته نصين، يمنع الدم ان هو يروح ويمنع الانتيجين انها تروح للدم. بعد كده موضوع اسمه اللوكيشن اوف تستس، فاحنا بس هنحط جنبه عنوان اللي هو الكوزز اوف لو تستيكولار تمبريتشر، يعني اللوكيشن اوف تستس من احد الاسباب ان فيه لو تستيكولار تمبريتشر. فهتلاقي بيقول لك ان انها اوتسايد ذا ابدونال كافيتي، رقم واحد مفيش سبكوتينيوس فات، بعد كده رقم اثنين اللي هو الكاونتر كارنت هيت اكستشينجر، رقم ثلاثه اللي هي العضله اللي يعني اسمها ممكن ما يكونش صح قوي اللي هي الدارتوس ماسل او الاصح الكريماستريك مش فارقه، والماسل بتعمل كونتراكشن مش هيفرق الاسم قوي يعني. فاللي احنا قلناه ده اللي هو الايه؟ الكوزز اوف لو تستيكولار تمبريتشر. لو حصل خلل في التستس اللي هي اسمها كريبتوركايديزم، ايه اللي بيعمله؟ ايه نتائجه؟ اعالجه ازاي؟ خلاص؟ السكندري سكس اورجانز العنوان ده تبع ايه؟ احنا قلنا في الاول خالص برايمري، ده رقم اثنين تبع واحد اللي هو ايه؟ سكندري. فالابيديدنز والفاز الهيصه اللي مكتوبه دي احنا عايزين منها ايه؟ ستورج ماتيوريشن موتيليتي. ستورج ممكن يتخزن قد ايه؟ من ساعات الى ايام، من 18 ساعه ل 10 ايام. بعد كده السيمينال فيزيكال السكريشن بتاعها اللي هو في ثاني فقره فركتوز وبروستاجلاندين وفايبرينوجين. البروستاجلاندين فايدتها ايه؟ اللي هي في ثالث فقره هيلب الفيرت او ايد سوري الفيرتلايزيشن. ازاي؟ رياكت مع السيرفيكال ميكوزا وبتساعد في الريفرز بريستاليسيس. بعد كده البروستات جلاند السكريشن بتاعها تاني فقره ميلكي الكالاين. فايه فائده ان هو الكالاين اللي هي اخر فقره نيوتراليز الاسيديتي اوف فلويد اوف فاز ديفرنس اند ذات اوف فاجينا اللي هو بيعادل الاسيد بتاع اللي قبله واللي بعده. السكريشن بتاع البروستات ايه اللي موجود فيه؟ سيتريك اسيد كالسيوم اللي هي في تاني فقره اسيد فوسفيت اند كروتينج انزيم. احنا هنزود عليها بس بلس فايبرين ولايسين عشان لما نيجي نقراها بعد كده مش نتفاجئ مش نتخض يعني نقول فايبرين ولايسين ده جه منين.
البالبيوريثرال جلاند اللي هي المشحمه والاكسترنال جينيتال للفينس والسكروتم. السبرماتوجينيسيس اللي هو العنوان اللي بعده، الفقره الاولانيه دي اللي هي الرينيوال لاين اللي هو الميل اللي بيدن ريبرودكتيف طول العمر. السبرماتوجينيسيس التايم بتاعه من 64 ل 74 يوم. ايه الخطوات بتاعته اللي هي في صفحه 5؟ طيب ايه بعدين برايمري يدي سكندري دي الميوزز. 3 اللي هي الفيز اوف سبرماتوجينيسيس بروديوسر اسمها سبرميوجينيسيس او ميتامورفيسيس، يعني او سبرميوجينيسيس سوري اللي هي مورفولوجيكال تشينج اوف سيل ديفيجن. خلي بالك وانت بتقرا ان في رقم 1 مكتوب ايه 23 بيرز، يعني ستيل لسه 46، فمش تستعجل وتقول 23 يعني خلاص كده حصل ميوزز. امال الفقره الثانيه اللي بعدها رقم 2 23 انبيرد، يعني البرايمري 46 السكندري هو ده اللي حصل الميوزز بقى 23. بعد كده السبرميوجينيسيس بيحصل ازاي؟ اشيل السيتوبلازم مش عارف ايه الاستراكشر اوف ماتيور سبرماتوزوا الهيد، عايزين فيه كلمتين جواه كروماتين براه اكروزومال كاب، السي جوه والسي بره. الكاب ده عباره عن ايه؟ انزيمات تساعد البنتريشن. التيل عايزين فيه ثلاث كلمات، الام المايكروتوبيول، الام الميتوكوندريا، الام الموتيليتي. سرعته قد ايه؟ من 1 ل 4 ملم بير منت. الرول اوف سيرتولي سيل ان سبرماتوجينيسيس اللي هي كلها حاجات بحرف الاس، هتزود عليها بس لو انت قايم انها ادجيسنت جانكشن بتوين ادجيسنت سيرتولي سيل اللي بتعمل البلاد تيست بارير. ايه السكريشن بتاع السيرتولي سيل؟ رقم 1 مولير انهبيتور فاكتور، 2 الاستراديول اللي هو نوع من انواع الاستروجين، 3 الانهبين بيعمل نيجاتيف فيدباك، 4 الاندروجين بايندنج بروتين اللي هو المغناطيس، 5 حاجات كتيره قوي وذ انون فانكشن. بعد كده الفاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس اللي هو رقم 1 النيرفس سيستم او سنترال نيرفس سيستم، الكي وورد هنا اللي هو الدوبامين والنور ادرينالين بيأثر بالسلب او بالايجاب. احنا خدنا الكلام ده قبل كده يا دكتور في البو. شوف ممتاز، يعني الدوبامين بيأثر على ريزنج فاكتور بلس زياده الطين مبله، ان الدوبامين لما بيقل بيزيد البرولاكتين، فاحنا خدناه في زاويه ثانيه في الاندوكراين ان هو برضه بيأثر على الجونادال فانكشن، ان الدوبامين ده بيمنع البرولاكتين، فلما يبقى المود بتاعي كويس الدوبامين بيزيد البرولاكتين بيقل، البرولاكتين ده بيعكس الجونات سواء بتاعه الميل او الفيميل، لما يبقى المود بتاعي وحش الدوبامين بيقل البرولاكتين بيزيد. فعشان كده مع النيرفس ستيمولاي الجونادال فانكشن بتتاثر بطريقتين، عن طريق الدوبامين يا اما بالريليزنج فاكتور اوف جونادوتروفين يا اما بالدوبامين هرمون. رقم 2 اللي هو الهرمونال فاكتور البيتيوتري جونادوتروفين الاف اس اتش، عايز اعلمه كده الاس بتاع السيرتولي والسيمينيفرس، فهتلاقي كاتب لك تحته مش عارف اندروجين بايندنج بروتين ومش عارف ايه اللي هي والسبرميشن اللي هي الوظائف بتاعت السيرتولي سيل. ال اتش اللي بحرف ال بتاع الانترستيشال سيل اوف ليدش، عشان كده في الميل بنسميه انترستيشال سيل ستيميوليتنج هرمون. بعد كده التستوستيرون اهم كلمه الميوزز، الاستروجين اهم كلمه السبرميشن اللي هي المورفولوجيكال تشينج، الثايروكسين والجروث هرمون. التمبريتشر اللي هي 32 درجه، لو التستس ريتيند ابدومن اللي هي تاني فقره فيها دكتور اللي هو مترجم لك موضوع الكريبتوركايديزم، فتاني فقره دي اصله الكريبتوركايديزم بس مش كاتب كريبتوركايديزم، كاتب التعريف بتاعها. When the testes are retained in the abdomen, degeneration of the tubular wall, sterility result. ما جابش سيرة الاندوكراين، خلاص؟ أو ممكن تحصل تاني فين التمبريتشر لو في الفريكونت هوت باسز أو الانسيوليتد اثريتك سبورترز. بعد كده الدايت اللي هو البروتين والفيتامين إي والفيتامين بي والفيتامين إي والفيتامين سي، فهو البروتين واثنين فات سولوبل واثنين ووتر سولوبل. آخر حاجة الإراديشن، خلي بالك من الحته بتاعت الراديشن سيرتين دوزز السيرتولي والسيمينيفرس بس مش هتاثر على الاندوكراينال فانكشن. الهايبوكسيا والتوكسينز ايا كان نوعها سواء كانت بكتيريال او كيميكال او فيزيكال او اي حاجه بتعمل ديبريس للسبرماتوجينيسيس. فاحنا واقفين اخر حاجه عند الميل 6 اكت اللي هي في نص الصفحه 8 اللي هو هنكمله المره الجايه ان شاء الله. القضيه الجدليه والازليه ودائما محل خلاف ونقاش. معلش انا اسف ان انا بكرر اللفظ عشان انتوا اكتر مجموعه متخلفه في المواعيد عن زمايلكم، عايزين ناخد في الميعاد يعني في التوقيت ده، مش تخلفكم مش سبب فيك، هو غباء من الاخرين يعني عشان جت انتخابات ومش عارف ايه هو، فعايزين ناخد مره واحده زياده، فتقترحوا نعمل ايه في الموضوع ده؟
نعمل ايه؟ اليوم الاثنين من الساعة كام للساعة كام؟ أنا عشان بثق في رأيها اللي هي تقوله هنشتغل الناس كلها. لأن هي مش محاضرة واحدة، كذا محاضرة جنبه.